نتشرف انه احنا نكون اعضاء في هذا الدايموند في هذا التيم، لانه هو من اقوى تيم. حرصه على التيم انه يعني تخيل انه في بني ادم بده يضله يحكي وبصوت عالي وبكل الحماس لمده 3 ساعات بالانجليزي، وهلا كمان بس فات اخذ شاور وطلع اجى هون لعنا، وهلا بدي اعمل كمان نفس التدريب باللغه العربيه. فانا اشكره من كل قلبي باسمي وباسم جميع اللي موجودين هون. طبعا ما شاء الله احنا كنا نتوقع العدد اقل من هيك بكثير، لكن العدد هيو ما شاء الله يعني بتزايد. احنا خايفين كمان يعني كمان شوي بتسكر الغرفه، لانه احنا الغرفه معاها لغايه 100 شخص، فهو ضايل شوي وراح تسكر الغرفه. فاتمنى انه توسع لنا الغرفه، يعني انا كنت طبعا اتمنى نكون 300 و400 شخص، لكن للاسف الغرفه هلا ما تسمح الا لغايه 100 شخص انه يحضر التدريب، فضايلنا شوي لنكمل ال 100. هذا شيء ممتاز. طبعا حابب انوه انه لشغله بسيطه، انه المهندس خالد ما شاء الله عنده خبره اكثر من 16 سنه في هذا المجال، بدا في سنه 1998 في مجال النتورك ماركتنج، وهو من انجح الشباب اللي انا قابلتهم في حياتي، وهو مستمر من دون انقطاع، استمر وفي كل شركه يدخل فيها اثبت نجاحات كبيره. طبعا والاهم من هذا الكلام انه حتى في دبلي اثبت نجاحات كانت رائعه جدا، لدرجه انه طلب، يعني انا امامي طلب من المهندس خالد انه هو يعمل تدريب لجماعه اوروبا، كان بعتقد قديش كان يمكن فوق 300 شخص كانوا قاعدين بيحضروا وبنار عشان خالد يعلمهم على الباينري وفوائده وكيف نشتغل فيه ونعمل لهم تدريب. فتخيلوا لو الحمد لله وصلنا لمرحله انه احنا صرنا ندرب جماعه في الغرب، في امريكا، في اوروبا، فهذا شيء رائع. فانا اتمنى انه الكل يستفيد من كل كلمه، كل معلومه راح اعطيكم اياها فهي اما معلومه جديده واما معلومه انت بتعرفها. اذا المعلومه بتعرفها معناته ممتاز، اكد على صحه معلوماتك، واذا المعلومه انت جديده عليه معناته يجب انك انت تتبعها. بهاي الطريقه انت عم تحصل على خبره اكثر من 15-16 سنه عم تجيك اليوم على طبق من ذهب. هلا هذه اهميتها ايش؟ اهميتها انه ما في داعي انك انت تتعب وتدور وتقعد تعمل ريسيرش، فقط هو العمليه سهله جدا للاشخاص اللي بتبعوا التعليمات. عندنا التعليمات مش تعليمات لانه هي عباره عن قوانين، لكن كل بزنس، كل طريقه عمل في لها اسس وفي لها مبادئ. اوكي، وفي لها تحدياتها. اليوم ان شاء الله التدريب حيكون رائع جدا، لانه اول شيء يعني كمين توبيك العنوان الرئيسي اللي هو الهاندلنج اوبجكشنز، اللي هي معالجه الاعتراضات. كل شخص فينا لما بواجه بيعمل برزنتيشن فبواجه بعض الاعتراضات، وهذه الاعتراضات منطقيه، الناس بتعترض على المرسيدس، الناس بتعترض على البي ام، ناس بتعترض على ابل. في ناس تقول له مين احسن، الابل ولا السامسونج؟ بقول لك الابل زباله. يا سلام، هذا اعتراض، لكن هو طبعا الاعتراض دائما بكون مش حقيقي، بكون بنم على فكره معينه ببال الشخص اللي امامه. وان شاء الله اليوم خالد راح يعلمنا كل الطرق كيف احنا نقدر نسيطر على جميع الاعتراضات ونقدر نسيطر على البزنس تبعنا. الشق الثاني من التدريب وهو مهم جدا، اللي هو بيرفع نسبة الاشتراك عندك وبيرفع نسبة الانكم تبعك لأضعاف أضعاف، اللي هي الفولو اب، المتابعة. يا جماعة 90% من الاشتراكات بتيجي بالمتابعة، يعني بمعنى آخر إذا في عندك أنت 10 أشخاص مشتركين معناته هم لازم يكونوا 100، لأنه في 90 واحد شوي أنت قصرت معاهم في المتابعة أو تابعتهم بالطريقة الخاطئة. فبالتالي إذا انتبهت على التريننج اليوم راح تلاقي عندك تسجيلات اللي عندك والدخل عندك تطور اكثر من 10 اضعاف، وانا ما ببالغ لما بقول 10 اضعاف. يا جماعه البزنس هذا اذا انت بتعمل هلا 100 دولار بالاسبوع فهو البزنس 10 اضعاف، يعني 1000 دولار بالاسبوع. بتعرفوا كم واحد عندنا بيعمل 1000 دولار بالاسبوع؟ كثير. حتى لو دخلك 10000 دولار بالاسبوع، فبتعرفوا كم واحد عندنا دخله 100000 دولار بالاسبوع؟ هو كثير، في ناس كثير. حتى توم اللي هو توب ايرنر عم بيعمل من 700,000 لمليون دولار بالشهر. فيا جماعه البزنس هذا بيقدر يعمل لك قد ما انت بتعطيه. فخلينا نتعلم الان من الجورو خالد، سموه دوبزيلا، لانه ما شاء الله عليه هو كان اقوى ولا يزال اقوى واحد في 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 دبلي. وانا بشهاده مني انا واقف كنت لما اجى مايكل هانسون حط ايده على كتف خالد
وقال له you guys are the best networker, you are the best recruiter. طبعا في امريكا في اوروبا terminology تبعت networker بيقولوها recruiter. فمايكل هانسون بعد خبرة عنده سنين طويلة وهو صاحب الشركة حط ايده على خالد وقال you guys are the best networker. اوكي فهاي شهادة نعتز فيها وانا فعلا بهذاك اليوم كمان اخذت حماس كثير لان عرفنا ان احنا بالمكان الصح. فارجو انه الجميع يتابع مع مستر خالد وارجو الجميع زي ما تفضل اخونا ابو طارق يكون عنده ورقة وقلم واي سؤال او اي استفسار بخطر في بالك لا تتوقعوا اي بني ادم راح يعرف يجاوبك زي ما راح يعرف يجاوبك خالد. اوكي فانا راح اعطي المايك لخالد وشكر للجميع حضوركم. ويا جماعه اذا في حدا ما يقدر يدخل فاعتذروا له لانه القاعه عندنا بس 900 شخص واحنا شرفنا على 100. يعني هم كم واحد راح يقدر يدخلوا فاعتذروا لهم وان شاء الله احنا راح نوصلهم الان اليوم خلاص فات الفوت واللي دخل دخل واهلا وسهلا بالجميع. واعطي المايك لاخونا خالد تفضل حبيبي. اوكي السلام عليكم. مرة ثانية وثالثة ورابعة وعشرة أنا بس حاط أفتح المايك بس عشان أشوفكم كلكم وأسلم عليكم. طبعا أنا أول إشي بدي أشكر أستاذي أبو جاد. يا جماعة لعلمكم أبو جاد هو كان من أوائل الناس اللي علمنا نتورك ماركتينج وتلمست على إيدي فهذا شرف لإلي إنه يكون معي فريق أحد عمال نتورك ماركتينج. أشكر برضو أبو طارق اللي هو برضو من علامة نتورك ماركتينج إنه وجوده معنا في فريق الدايموندز كل الأشخاص الموجودين معنا من محمد عيد لحمدان للجورو زماني لكل التوب ليدرز لانه احنا كلنا مع بعض هيكليه واحده. لانه احنا ثواني خلينا نتاكد من الكونكشن لانه احنا كلنا مع بعض هيكليه واحده كلنا مع بعض بنأسس فريق الدايمز. طبعا ما راح اكمل في الفيديو مود عشان يكون الصوت واضح عند الكل راح اطفي الفيديو بس حبيت انه امسي عليكم كلكم ولكم صباح الفل على جماعه الفل الموجودين معنا كلهم. اوكي شباب نرجع هلا للتريننج تايتل تبعنا. جماعه زي ما حكينا وزي ما الكل حكى احنا اليوم يا شباب نتكلم على اهم تكنيكال سكيلز في التريننج تبعنا، اهم مهاره انت بتحتاجها لتقدر تبني البزنس تبعك. البزنس تبعنا بتكون من ثلاث مهارات. الثلاث مهارات هذه هي السوفت سكيلز بنسميها. اذا انت اتقنتها فانت اتقنت كل شيء بالبزنس طبعا اذا وجدت عندك الرغبه الجموحه في البناء. طبعا هذا التدريب مكمل للتدريب الاساسي وهو البيسك تريننج او الجيتنج ستارتد تريننج. الست اساسات اللي تكلمنا عنها اللي هي الاهداف والحوافز، الالتزام باتجاه الوقت واتجاه النفس، قائمه الاسماء وقائمه المرشحين، فن طريقه الدعوه، فن المحاضره، فن المتابعه والتعامل مع الاعتراضات. فاليوم تدريبنا على التعامل مع الاعتراضات والمتابعه لانه زي ما ذكرنا وزي ما ذكر وزي ما حنذكر كل مره لانه هذا هو الشيء الحقيقي 100% 90% من التسجيلات واكثر لا تحصل في نفس اليوم بل تحصل متى؟ في اليوم الاخر في النكست داي في يوم المتابعه. ليش؟ لانه معظم الناس مش جاهزه لتسجل بنفس الوقت، معظم الناس بدها تفكر، معظم الناس بدها تستشير اراء الناس، مهما قلت لهم ما تكلموا ما تحكوا ما تقولوا لحدا ما تذكروا شيء راح يضلهم يقولوا ويتكلموا وهذا طبع البشر مهما عملت. فعشان هيك تعالوا نفكر بمنطقيه شو راح يصير مع الشخص اللي راح اليوم يحضر معك محاضره وعملت له كلوزنج ممتاز وتابعت معه ممتاز واقفلت معه ديل ممتاز جود كلوزنج. هذا الشخص طلع من عندك متحمس في فول انرجي مش يعني مش متخيل الدنيا من حواليه، قال لك بس خلص انا وصلت للقمه انا لقيت الشيء اللي كان ضايع مني انا هلا راح اغير حياتي راح اعمل كل شيء. هلا الشيء الطبيعي اللي 90% من الناس راح يعملوه شو هو؟ راح يطغى راح يبدا يتكلم مع اقرب الناس منه، اكثر الناس مقربين له، اصحابه، اهله، مرته، عمه، خاله، الناس اللي في الفيري كلوز سيركل الهوت كونتاكت
المقربين جدا. هلا هو طالع بده يحكي معاهم متحمس يشرح لهم الموضوع، بس راح يتفاجئ انه هم راح يحبطوه. طب ليش صار هيك؟ خلينا نفكر منطقيا لدقيقه. الشخص هذا لو وصل لمرحله التحمس، لمرحله الحماس اللي هو فيها، تحمس مش تحمس، مرحله الحماس اللي هو فيها، هذا الشخص اللي قدر يوصل لهالمرحله، انت شو عملت معه؟ بكل بساطه انت شرحت له محاضره كامله متكامله تقريبا نص ساعه 20 دقيقه او تقريبا حتى يمكن 40 دقيقه مع الكلوزنج ومع الامور هذه كلها، صح ولا لا؟ انت شرحت له محاضره كامله، انت كنت بروفيشنال محترف في التعامل معه. لو وصل لهي الدرجه من الحماس اخذ منك وقت ومجهود. طيب الشخص هذا لو راجع بقود سيارته وسمع اغنيه لاي مطرب او منشد بحبه، الاغنيه مدتها دقيقه، لو ثاني يوم او بعد ساعتين قلت له يعيد نفس الاغنيه وشغلت له نفس العزف او نفس النغم، حيقدر يعيدها؟ مستحيل. وهذه اغنيه مدتها دقيقه، فما بالك في عرض استمعوا لمده تقريبا نصف ساعه او ساعه. من المستحيل انه يقدر يعيد الكلام نفسه وبنفس الطريقه. فاليوم لتكون الحماس عند هذا الشخص، هذا كان معتمد على اساسات بنيت عليها محاضره صحيحه، كلوزنج صحيح، الابلاين كان قاعد بيساعدك بالكلوزنج والبوستيفيتي، كل هاي الامور. لكن هذه الامور هو يفتقدها في المعامله مع اقرب الناس له، فبالتالي هذا راح يؤدي شو؟ انه اقرب الناس له بدل ما هو يحمسهم ليبداوا معاه، راح هم يحبطوه ويخلوه يبتعد عن الموضوع. يا عمي شي بيفكك من هالمواضيع، شو هالمواضيع النصب، هذا حكي فاضي، يا ما شفنا شركات زيها، يا ما هذا الشخص غير مؤهل يفهم الناس انه هذا مش الام ال ام التقليدي، مش النتورك ماركتينج التقليدي اللي عاف عليه الدار. احنا بنتكلم على فكره جديده في التسويق الشبكي، نتكلم على صناعه جديده في تاريخ التسويق الشبكي، لكن هذا الشخص غير مؤهل ليقدر يعمل هذا الشيء. فبالتالي الناس هذول اللي انت شرحت لهم راح تستغرب انهم طلعوا من عندك بوزيتيف وانا معك 100% وراح نبدا وراح نسجل، تبدا بتكلمه بعد ثاني يوم تقول اه خلاص خليها بكره، خليها بعد بكره، إيه والله عندي المدام كذا، إيه لسه ما دبرت المبلغ، بتلاقيه بيبدا يماطر فيك يماطر فيك ويمكن ما يرد على تليفوناتك. عشان هيك المتابعه جدا مهمه، لانه لازم نعلم الاشخاص وين الخطا اللي وقعوا فيه ونساعدهم كيف يخرجوا منه. طيب شو هي استراتيجيه المتابعه وما هو اساسها؟ اول شيء، اول شغله في المتابعه، المتابعه هي عباره عن another meeting. It is another meeting، يعني اجتماع آخر مش على التليفون. من المستحيل أو شبه المستحيل إنك تعالج اعتراضات الناس على التليفون، صعب جدا، ما يكون مركز معك. طب أنت كيف حتجيبه على الميتنج؟ كيف حتجتمع معاه؟ بكل بساطة بدك تحكي معاه على مبدأ إنه هو جاي، يعني برفع التليفون، السلام عليكم محمد شو الأخبار؟ إمتى رح نتقابل اليوم؟ مش بقول له أنا حاب أشوفك أي ساعة بدي أشوفك، لا، امتى رح نتقابل اليوم؟ موضوع مفروغ منه منتهي. هقول لك شو في خير ان شاء الله، اقول له محمد احنا امبارح كنا مع بعض. اول شيء شوف بدكم تركزوا بهالنقطه، اول شيء انت في اول يوم في المحاضره لما عملت له كلوزنج، اوكي، واتبعنا اساسيات الكلوزنج وعقد الصفقه زي ما تعلمناها بالكيك ستارت تريننج، في اخر مرحله لو الشخص مش جاهز وما بده يسجل، انت اوريدي ربطت معاه موعد، بتقول له اوكي ان شاء الله نتقابل بكره، اي ساعه بتحب تتقابل بكره، انت اوريدي رابط معاه موعد. فتليفونك ثاني اليوم انت بتتكلم على اساس الموعد اللي ربطت معاه، رقم واحد. رقم اثنين بدك توصل له وتفهمه انه ابو حميد ولو احنا متفقين نتقابل اليوم، وبعدين يا صديقي انت المعلومات اللي وصلت لك امبارح ما بتزيد عن 10% من ضخامه الموضوع، من الموضوع نفسه، لانه الموضوع كثير كبير وما بقدر اعطيك اياه كله بسرعه واحده، فاحنا محتاجين نقعد مع بعض اليوم لاعطيك باقي الاساسات ومقومات النجاح وخطط العمل اللي اي واحد فينا بيقدر يطبقها لينجح. عشان اذا انت اليوم بدك تاخذ قرار، اخذ القرار يجب ان يكون بناء على اساسات مكتمله. انت اليوم ما عندك اساسات مكتمله فما حتقدر تاخذ القرار. فخلينا اليوم نقعد مع بعض الساعه 6 ان شاء الله،
بتحب نتقابل في مكان قريب منك، بتحب نتقابل مكان قريب مني، بتحب نتقابل في المكتب، بتحب نتقابل بكوفي شوب، اختار مكان برضه هادئ تمتلك السيطرة عليه. حتى في الفولو اب، حتى لو تروح لعنده ما في مشكلة، لأنه هذا فولو اب. بس دائما استعين بالأبلاين تبعك، حاول يكون الأبلاين معك زي ما حنذكره بعد شوي. المهم حدد معه اجتماع. الاجتماع هذا غرضه التعامل مع الاعتراضات. تحل اعتراضاته، تحل مشاكله، تقدر تجاوب على أسئلته، تكون بوزيتيف، تعطيله السبورت، تحسسه بالإيجابية، تشاركه بقصص النجاح، تحسسه بالدعم، تساعده بأخذ القرار. يا جماعة الناس ما بتقدر تأخذ القرار. للأسف الحياة اللي عاشوها 5 سنوات وعشر سنوات وعشرين سنة، التحجيم اللي تحجم لقدراتهم اللي نوضع لهم من الحياة التقليدية المملة اللي عايشين فيها، صار عندهم طبقات من الغبرة والكلخ فوق أفكارهم، بيقدروش ياخدوا قرارات. بدك أنت تساعدهم ليأخذوا قرار، بدك أنت تمسكهم تهزهم هز ليقدر يأخذ هو القرار، تساعده بياخذ القرار. فهذا انت بدك تعمله بالفولو اب. هو خايف، متردد، مش واثق بنفسه بسبب الفشل ثم الفشل ثم الفشل والتحديات اللي واجهها بحياته. فاحنا موجودين لنساعدهم ينهضوا بنفسهم ويعرفوا انه هو تشامبيون، هو بطل، بس هو مش عارف هالشيء. كل اللي محتاجه انه يؤمن بنفسه. فاذا الغرض من المتابعه قوي عزيمته، تعطيه ايجابيه، ترد على اسئلته، تفرجيه قصص نجاح، تفرجيه موقع العمل، تفرجيه ايفنتات، فيديوهات، وتعالج اعتراضاته. وهذه النقطه بدي اركز عليها اليوم. بس خلينا بما نتكلم عن معالجه الاعتراضات نتكلم على نراجع بشكل سريع الثلاث قواعد تبعت المتابعه. زي ما قلنا القاعده الاولى، المتابعه هي عباره عن اجتماع ومش على التليفون. Be positive, confident and get your leader assistant. دائما كن ايجابي، فرجي قصص نجاح، فيديوهات نجاح، وخلي أبلاينك يساعدك في المتابعة. مهم جدا، لأنه قد تسأل أسئلة ما بتقدر تجاوب عليها، أبلاينك مرأت عليها الأسئلة، فبيساعدك في المتابعة. وصدقوني يا جماعة، الشخص اللي بيجي على الفولو أب 90% حيسجل. فتخيل اليوم إذا جروباتكم كلهم بدأوا يعملوا فولو أب ويتابعوا مع الناس، تحديد موعد، والموعد هذا أهم موعد البرزنتيشن المحاضرة، راح تلاقي التسجيلات عندك بتزيد من 7 ل 10 أضعاف. لأنه 90% من الناس ما بيسجلوا بنفس اليوم. فلو أنا اليوم عملت جود فولو أب استراتيجي، راح أكسب على الأقل نصف 90%، هاي راح أكسب على الأقل نص الناس هذول. فذاتس واي بي بوزيتيف، جيت يور أبلاين أسيستنس، مساعدة الأبلاين تبعك. الاجتماع، لا الفولو أب، المتابعة لازم تكون اجتماع ومش على التليفون. وبعدين very important، الفولو اب الاول لازم يتم خلال 48 ساعه ماكسيمم. سترايك ذا ايرون وين اتس هوت، لانه بعد 48 ساعه الشخص اللي انت شرحت له رجع وغاص بمشاكل الحياه وروتين الحياه ومديره واهله والمصروف والمسؤوليه، نسي 99.99% من الكلام اللي انت حكيت له اياه. فكيف بدك تتابع معه على اساس شو مش متذكر شيء اصلا، فقد الحماس. فالفيرست فولو اب ميتنج 24 ل 48 ساعه، اجتماع المتابعه الاول من خلال 24 ل 48 ساعه ماكسيمم. سترايك ذا ايرون وين اتس هوت. اوكي، هلا نيجي اجتمعنا مع الشخص، جبناه واجى قعد معنا. اوكي، هلا اذا الشخص نيجي نتكلم هلا على التعامل مع الاعتراضات. هلا انا معاه قاعد في الاجتماع، اوكي، حيجي يعطيني اعتراضات، كيف حتعامل مع الاعتراضات هاي؟ اف اف اف، فيل فل فاوند، حنتكلم عنها هلا، بس بدي اذكر نقطة. هلا اعطيكم بعض الامثلة البسيطة، انه انا مثلا اذا شخص كلمني، انا اليوم شرحت لواحد من اصحابي، حلو؟ وجيت بكلمه عشان احدد معه اجتماع، بقول لي يا زلمة سيبك من هالموضوع، الموضوع اصلا جسمه هاي طلع نصب وحكي فاضي، وانا ما عنديش مراعاة هالمواضيع. بقول له محمد عيب عليك انك انت بتعتبر حالك صاحبي واكتشفت انه هذا الموضوع نصب، وانت راضي على صاحبك يكمل بالنصب. اذا انت بتعتبرني صاحبك اتفضل خلينا نقعد مع بعض اليوم وفرجيني ليش هو نصب عشان انا كمان اتوقف. لكن انا ما بقدر اقتنع من كلمة انت قلتها انه انا برضو عندي اسبابي.
فخلينا نقعد مع بعض رجل تو رجل ماتشور بيبل. اثبت لي يا سيدي الكلام، اذا انا صاحبك وبعز عليك يا اخي ما بتحب صاحبك المصلحه، تعال خليني اتوقف اثبت لي. نفس الشيء try to use any way to drag him into a meeting. كل اللي بدك تعمله انه لازم تجيبه على الميتنج، لانه الفيس اللي هي الاجتماع شخص لشخص التاثير تبعه جدا اقوى، خاصه بالفولو اب. اوكي نيجي هلا قعد معي وبلش شو يخرج ما في صدره، طلع لي اياه مره واحده. اعتراضات very important thing. بدي اياكم كلكم هلا تكتبوا هاي الشغله، كل واحد يمسك ورقه وقلم ويدون شو يعني اعتراض وليش انا بدي اتعامل مع واحد عنده اعتراضات. الاعتراض شو تعريفه في صناعه النتورك ماركتينج؟ هو عباره عن مراه تعكس رغبه الشخص في الانضمام اذا عولجت بالشكل الصحيح. An objection is a mirror that reflects the person's desire of joining if it will be handled properly. ليش؟ ليش الاعتراض عبارة عن مرآة تعكس رغبته؟ لأنه نفكر منطقيا للحظة. اليوم إذا الشخص اللي أنت شرحت له الموضوع أصلا مش مهتم في الموضوع، ما حيكون عنده وقت ولا أصلا حيجي على باله إنه يفكر بموضوعك. لكن الشخص اللي طلع عنده اعتراض، شو معنى عنده اعتراض؟ معناه بذل وقت ومجهود في البحث عن الموضوع حتى أن وجد اعتراض. هلا مستحيل واحد يوجد اعتراض في شيء، يواجه اعتراض في شيء هو اصلا ما فكر فيه، لانه اذا انت اصلا ما فكرت في الموضوع ولا اهتميت فيه معناه اصلا يعني مش عبالك، ما حيكون عندك اعتراضات. ولكن طالما انه وجد عندك اعتراضات معناك ان اخذت وقت لتفكر في الموضوع تبحث عنه، لا وجهت اعتراض، وهذا الاعتراض وقف الرغبه تبعتك او وقفك من انك تكمل مسيرتك بالانضمام، لانك انت بدات البحث كان عندك الرغبه بدك تعرف لغايه ما واجهت هذا الاعتراض. فانك تعرف هذا الاعتراض وتعامله هذا عباره عن المفتاح اللي راح يخلي هذا الشخص يسجل معك. فاليوم نتعلم مع بعض كيف انا بقدر اعالج بعض اهم الاعتراضات اللي شايعه في عالم التسويق الشبكي، وبعد هيك كل الاسئله الثانيه فيك تقتبس وتقيس على نفس الطريقه، وهي بكل بساطه اف اف اف. اليوم نتكلم عن الكونسبت، عن مبدا انا الشخص بدي اعالج الاعتراض تبعه. عشان اعالج الاعتراض تبعه واحله، اول شغله بهمني اكتبه رقم واحد: Don't create an argument. تجنب خلق الجدل العقيم. رقم واحد، انت اليوم بدك تكسب الشخص هذا، بدك تعالج اعتراضاته. رقم واحد very important، تجنب خلق الجدل العقيم. يعني لما بيجي بيقول لك الاعتراض، بدك تستقبل الاعتراض بابتسامة كبيرة واسنانك تبينين. طبعا هذا زي بتفرش اسنانك، اذا بتفرش اسنانك بلاش تبينهم. اوكي very big smile، خذ الاعتراض اكتبه وانت مبتسم big smile وحسسه بالاهمية. رقم اثنين لازم نحكي عنها، اكتب كل شيء هو بيقوله، خليه يحس انه انت عم تعطي اهتمام لكلامه، انك انت مركز معه. ليش؟ اوكي كل انسان يمتلك الحق ان يدافع عن افكاره اذا هوجم حتى لو كانت افكاره خطا. فانا اليوم لما يجي واحد يقول لي يا اخي الشركه هاي نصب، بقول له انت حمار ما بتفهم كيف الشركه هاي نصب. بقول لك مين حمار؟ ولك انت وكل اللي بتعرفهم عميه. لا وهي الشركه نصب لانه هيك. شو اللي صار هون؟ انت خلص قفل معك منتال بلوك، مش مستعد يسمع منك ولا شيء. احنا ما بدنا نخليه يقفل، ما بدنا نعمل منتال بلوك. احنا اللي بدنا اياه شو؟ انه يكون معانا، لانه هو بالنسبه لإله انت الشركه، يعني انت بصف وهو بصف، انت هدفك انه هو يسجل. فهو هلا عم شو بتحاط منك، بحاول يكون شو حدق
بده يتحايط منك، لا انا مش هخليه يضحك علي، ها اوعى انتبه ركز، خليك مركز، خليهوش يعمل لك برين ووش. هذا الانر كونفرزيشن بيصير جواته، فهو اوريدي جاي وفي عنده منتل بلوكج، في عنده يعني استقباله للمعلومه، في عنده حواجز. الاسلحه تبعته الديفنسيف ويبن، اسلحه الدفاع عنده شغاله، هو جاي شو ليدافع. انت بدك تعكس له الموضوع هذا كله، بدك شو تخليه شو يفتح كيف. سامبلي بحكي معه، بكون فيري كول بكل ابتسامه، بس كول اند كونفيدنت، اوعك تكون ضعيف. Don't ever walk away defeated. Confident, be confident, be strong. وابتسم، يعني just be cool and relax. Okay? بكل ثقة بنفسك، وبتكتب الأمور. سجل كل اللي بيقوله. بعدين راح تبدأ ب FFF. هنبدأ هلأ نعالج المشاكل. بعد ما أنا أعطيته أهميته، حسسته أنه أنا مش مضطرب ومش مهزوز، بدي أبدأ أعالج المشاكل. كيف بدي أعالجها؟ أوكي؟ أول شيء حنبدأ بزي ما قلنا بنظرية FFF. شو هي FFF؟ الF الأولى هي Feel، F الثانية هي Felt، F الثالثة هي Found. Feel، Felt، Found. أوكي، احنا هدفنا هون انه بدنا نفهم الشخص انه انا وياك واحد، انا وياك بنفس السطر اللي انت بتحكيه. انا على فكرة حسيت نفس الاشي، باي ذا واي انا مرق علي نفس الاشي، انا حاس انت كلام بتقوله مزبوط يا محمد فعلا، لانه على فكرة انا نفس الشيء قريته او نفس الشيء عرفته، مرق علي نفس الشيء. انا عم بحاول احس انه انا بصفك، انا مش ضدك. وبعدين ببدأ اعالج. طب يقول لي طب يا اخي اذا انت عارف نفس الشيء، طب ليش دخلت؟ شفتوا انا هاي بدي اوصلها، طب ليش سجلت؟ طب ليش عملت هاي الحركه؟ بس خليني احط الكاميرا عشان تشوفوني. اوكي، هلا بعد طب ليش دخلت؟ شايف هاي الاستغراب وليش؟ شو يعني؟ وهلا بده يعرف. هذا بدي اوصل له، انا هذا بدي اوصل له. انا بدي الشخص يكون ريلاكسد، ما في ديفنسيف ويبن عنده مفتوحه، اوكي، ما في اي ريجكشن للمعلومه، مش بمرحله دفاع، بمرحله استقبال. وبعدين ببدا بعالج. حناخذ هلا مثال ورا الثاني. حنبدا في المثال الشائع، وهو مثال شو؟ نصب. في ليبيا انصابه، في السعوديه نصبه، عندنا في الامارات قصوا عليك، اوكي، كل مكان، في ايش، في فلسطين لبسوك الطاقيه، ضبطوك، whatever، كل مكان لها طريقه. سكام، the company is a scam. هذا اول سؤال. يا زلمه شو هاي الحكي نصب يا زلمه؟ بتصدق هالحكي يا زلمه؟ في واحد بدك اياه بسنتين يعمل مليون ليره، ايش الحكي الفاضي هذا يا زلمه؟ يا زلمه اعقل، شو هالحكي؟ هذا المتحذقين، هذول كثار منهم، هذول كثار كثار اللي هم شو متحذقين، اللي بيعرف كل شيء وبيفهم كل شيء، اللي مقطع السمكه ودلها. اوكي، طبعا انا عارف انه صعب عليكم تحملكم، لانه بتكون بدك تقوم تعطيه كفين ثلاثه، بس معلش كول داون، ريلاكس، هولد يور هورسز، لانه بيغيظوا هذول، بس مش مشكله عادي، كل واحد له طريقته، كل واحد وريه الباب بتاعه. طيب بكل بساطه، with full respect full smile، بكل ثقه، عم بسجل شو هذا الشركه نصب. طب اوكي، ليش نصب يا محمد؟ لانه شفته قريت عنها، ممتاز، والله عن جد، وسجل قريت عنها بيقولوا هيك في الانترنت، وفي واحد قال هيك ومش عارف شو. وبعدين انا قعدت احسبها، كيف يعني سجل 2500 وتاخذ فيلا ب 3 مليون؟ كيف بدك سجل؟ سجل، واو عن جد، وو يس يس، اكتب، يعني خليه يحس انه هو قاعد شو احنا بنسميها بيعرض عليك، فاهم؟ انه خلاص انت حسسته بالساتسفاكشن، اعطيته خلاص، هو ساتسفايد، عم شو عم بحكي، يعني يو ار وذ هيم اون ذا لاين. جايز، اول وات وي نيد تو دو، كل اللي بدنا نعمله شو؟ انه نشيل المنتال بلوكج، بدنا اياه يفتح، يكون مستقبل جيد. بيرفكت.
هلا اول شغله بعملها بقول له انه كلامك صح. اجى قال لي انه هاي الشركه نصب وانا قريت عنها وانا قلت له على فكره يا ابو حميد كلامك مزبوط صح، في الموقع كذا كاتب والموقع كذا كاتب والموقع كذا كاتب وهدول كاتبين كذا ومش عارف شو هدول قايلين كذا وبعدين شو فيلا 3 مليون دولار و2500 واحد. لانه على فكره يعني كلامك يعني كل اللي انت بتقوله انا نفس الشيء مرقت عليه، وانا يعني اول ما يجيوا شرحوا لي الموضوع قعدت ادور واشوف واقرا اوف لقيت هذا بيحكي هيك وهذا بيحكي هيك وهذا بيحكي هيك. ايه طب ليش دخلت؟ كيف يعني هيك اذا انت عارف الامور هاي كلها؟ انا هذا بدي اوصل له. هون ببدا اعالج. شو راح اقول له؟ راح اقول له كالتالي، بس تعرف شو لقيت يا شريك؟ بقول لي اه شو لقيت؟ بعد هالحكي كله شو لقيت؟ بقول له اسمع، لانه هذا الاشي اللي فعلا خلاني افكر صح. انا كنت هيك مركز زيك وقريت قلت طب ليش هذا كله يا ربي؟ قلت له صديقي الكريم احنا ركزوا معي، موضوع الاسكام بتعالج بطريقتين، منطقيه وحقيقيه بالمنطق وبالوقائع بالاثباتات. نبدا اول شيء بالمعالجه المنطقيه. بقول له صديقي الكريم احنا في بزنس نتعامل فيه مع الناس، we are into people business صح؟ مظبوط. فاول شيء لازم نعرف ولازم نفهم كيف الناس بتفكر. انا وياك متفقين انه ما في انسان بالدنيا مستعد يقول عن نفسه فاشل. انا وياك متفقين انه كل واحد بالدنيا بدور على شماعه. يعني فريق الكوره اللي بيخسر بقول لك الحكم نصاب، الحارس تبعهم كان ماخذ حبوب تنشيط، البوت تبعي كان ممزوع مش مربوط فضربت الكره اتزحلقت، الضوء الجمهور كانوا بيضوا علينا ضواي فلاش عمونا مش عارفين، بيطلع لك مليون سبب. ما حدش بيحكي عن زيت وعكر، كل الناس لازم تطلع اسباب للفشل. فهذه حقيقه اولى متفقين عليها مظبوط. طيب الحقيقه الاخرى يا سيد الكريم انه في صناعه التسويق الشبكي في البزنس تبعنا نسبة النجاح تقريبا 30% ونسبة الفشل 70%، وهي الناس بتفشل كالعادة، ما بتتدرب ما بتشتغل ما بتركز ما بتعطي وقت للبزنس. ولكن مع ذلك مع نسبة الفشل أنا 70% والنجاح 30%، مع ذلك لا زال صناعة التسويق الشبكي فيها أعلى نسبة نجاح بالدنيا. إذا بنقارنها في صناعة الترادشنال بزنس تحكي على 9%، البورصة 3%، الريل ستيتس 5%. إذا بتحكي على مجال كرة القدم، لو بتحكي على دولة زي المغرب العربي، المغرب العربي 80% من الشباب نفسه يكون في المنتخب الوطني، 80% من شباب المغرب عاد تكلم على 15 مليون، 15 مليون نفسهم يكونوا في المنتخب الوطني المغربي. كم واحد في المنتخب؟ 11 22 من 15 مليون، شو نسبة النجاح؟ ولا شيء. فإحنا لازلنا عندنا أكبر نسبة نجاح في العالم، ولكن نسبة الفشل أكثر من نسبة النجاح. إذا هدول الناس اللي إحنا أنا وياك عارفين هم فاشلين، هل تعتقد إنه هم راح يقولوا عن نفسهم فاشلين؟ لا. شو راح يعملوا؟ الشركة نصابة، ما دفعوليش كاش باك، لون الموقع على الشمال فاتح أزالي عيني، فانا اصبت باحباط نفسي فبطلت اشتغل واتخنقت مع مرتي وطلقت مرتي الثانيه واتخنقت مع امي وهجرت ابويا. هذا اللي حيصير. This is what people will do. انا وياك بنعرف هالشيء، بس انا بس بحب اذكرك فيه. فهذا هو طبع البشر، ما حدش هيحكي عن زيت واكل. فصديقي الكريم انا وياك ناس اكبر من هيك، احنا ناس محترفين. لما اليوم انا بدي ادور على مصداقية شركة يجب ان ابحث على حقائق وما ابحث على اراء، لانه القافية تمشي والكلاب تعوي. يا زلمة كل الناس في الدنيا نحكى عنهم سيد الكون واشرف الكون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، في ناس كانوا يتكلم عنه وما خسئوا. بيل جيتس اكبر الشركات اللي نجحت في العالم كلها الها شو؟ اعداء، وفي ناس بتكلموا عنها. لكن شو مهم؟ النقاد دائما موجودين في الظلمات. مين اللي بيطلع على الستيج؟ سوبر ستارز. ولكن هاي طبيعة البشر. ف
فانت اليوم الاشياء اللي انت وجدتها صدقني هاي كلها شو عباره عن اراء، لكن اذا بدنا نتكلم عن الحقائق تعال انا وياك نتكلم عن الحقائق الدقيقه. احنا عارفين انه هاي الشركه مسجله شو بالناس داك، بروح على موقع الناس داك، شايفين الشاشه عندي طبعا انتو، هاي بدخل على ناس داك دوت كوم اوكي، بقول له مين هذا الموقع، هذا موقع الناس داك، بروح بحط كلمه هون دي يو بي صح، تطلع لي بدروب منيو بختارها، بقول له اوف شو هاي، هاي دوبي صح، وين موجوده، موجوده في الناس داك اكبر بورصه في العالم طبعا، مش لايف اونلي ليستد طبعا، هي بابليك في يو اس اكسشينج، ان شاء الله حنكون لايف خلال 6 مانث 1 يير حسب التارجت تبع مستر مايكل هانسون والبورد اوف دايركتورز اوكي. بس المهم يعني احنا الفيدرالز هاز دان ذير دو ديليجنس، الاف تي سي الفيدرال تريد كوميشن مراقبين مقننين اوديتد من الفيدرال تريد كوميشن الهيئه الفيدراليه. طيب مش احنا في عندنا عقود مع سامسونج، مش في عندنا عقود مع برايس لاين، مع وول مارت، مع ميسي، مع ديل، مع توشيبا، مع اتش بي، مع كانون، مع ارماني، مع تومي هيلفيجر. انا بدي اقول لك بس هدول العشر شركات فقط اللي هم من اكبر الشركات في العالم، زي طيران الامارات، طيران الاتحاد، وبرايس لاين، وهوتلز دوت كوم. لو اخذنا هدول العشره والفيدرال تريد كوميشن، هدول العشره مش كل واحده فيهم عندها محامين، عندها لجنه محاماه، عندها ليجل ديبارتمنت، ومحامين هدول الشركات تقريبا كل واحد فيهم عنده خبره 1000 ساعة بالقانون، يعني مجموعهم كلهم على بعض العشر شركات تلاقي شيء 1,000,000 ساعة بالقانون. فهدول الألف محامي اللي عندهم خبرة أكثر من 1,000,000 ساعة بالقانون، مش هم عندهم نفس الجوجل اللي أنت عندك إياه لحسن الحظ. But yet they still signed the contract، مع أنه هم عندهم نفس الجوجل اللي أنت عندك إياه بس لسه وقعوا عقد مع دوبلي. إذا مين حيعرف أكثر، إحنا ولا هم؟ مين حيخاف على مصلحته اكثر، احنا ولا هم؟ ميك سنس برو، بكل بساطه. فانا اليوم لما بحكي معك انا عم بحكي معك من وقائع وحقائق، سيبنا من التفاهات اراء الناس. هذا بقول لك ما خدش كاش باك، هذا بقول لك لون السايت مش عجبني، هذا بقول لك مايكل هانسون شكله بجيب لي مغص، واحد بقول لك هو حر يا اخي مشكلته، الناس أراء إرضاء الناس غاية لا تدرك. أوكي، ولما نيجي نتطرق على هذا المجال برضو راح تواجهوا تحديات، منها تحديات تتكلم عن مين، على بعض الناس اللي يتكلموا على شركة دوبلي. بس أنا بشوف هذا الشيء إيجابي جدا جدا جدا، تعرفوا ليه؟ لأنه يا جماعة دوبلي صارها 13 سنة أوكي، دوبلي صار شو 13 سنة، وهاي 13 سنة فقط في عنا 3 أشخاص بيتكلموا عليها، وهدول الثلاث أشخاص عم بيوزعوا ببلوجات كتير وأماكن كتير. تعرف شو يعني؟ أنا لما كنت بشركة كيونت ألفت كتب موسوعات في معاملة الاعتراضات، كان في ملايين السيتات تتكلم عنها، الشركة كان في عليها أكثر من 1,000 قضية، ولكن الشركة قائمة وماشية. تعرف شو يعني أنت شركة عمرها 13 سنة يكون فيها بس 3 بيحكوا عنها؟ اللي هم عاملين بروباغندا على الإنترنت، وحقولكم مين هم واحد واحد عشان تعرفوا شو أصلهم؟ معناها أنه إحنا عنا من أكبر نسب النجاح والقبول في العالم. So it's something very huge and very big. طب تعال نشوف مع بعض مين هم هذول الناس يا شباب ويا صبايا. انا بتمنى انه انتم عم بتدونوا النقاط الرئيسيه، لانه هلا انتم حتكونوا واو فاهمين وكذا، بعد ساعتين ثلاث حتبداوا تنسوا. وكل اللي انا عم بقوله انا باكد لك، اذا انت اليوم حكيت بنفس الطريقه اللي عم بحكي فيها مع شخص قال لك انه هاي شركه نصب، راح يكون من احد الناس اللي يشتغلوا معك قلبا وقالبا. فعشان هيك تدون النقاط الرئيسيه، النقاط اللي انت بس تشوفها راح تتذكر الحوار اوكي. ف
فاذا زي ما قلنا فيلفيلد فاوند مظبوط حكيك، انا برضو شفت وشفت وشفت. طب ليش انت سجلت؟ تعرف ليش يا صديقي؟ لانه نتكلم على منطق الناس، احنا في وي ار انتو بيبل بزنس، تعال نفكر كيف الناس بتفكر. الناس ما حدش بيقول عن زيته اكر، وزي ما حكينا هي رؤوس الاقلام. اوكي تعال نرجع للنقطه تبعتنا اللي هي مين هم الناس اللي بيحكوا عن دوبلي. اول واحد اسمه ايثان فيندربرغ. ايثان فيندربرغ، اوكي. هذا ايثان فيندربرغ طبعا انا عملت فيديو كامل، هذا عامل فيديو على الانترنت وبتكلم عن دوبلي انه هي سكام، اوكي. طبعا اذا بتروح على اليوتيوب تشانل تبعتي نت وركر 911، اوكي. اذا بتروح على اليوتيوب تشانل راح تلاقوا انه انا حاطط فيديو برد فيه على الفيديو اللي عامله ايثان. كل كلام بيقوله بالفيديو بوقف الجمله اللي بيقولها وبرد عليه بالدليل وبالحقائق، واثبت بهذا الفيديو انه هو الاسكام، هو النصاب. لانه لو عرفتوا مين هو ايثان فيندربرغ، مره ثانيه برجع بقول لكم وي ار انتو بيبل بزنس، احنا في بزنس نشتغل فيه مع الناس، فيجب ان نقرا ونعرف عقليه الناس. ايثان فيندربرغ هو عباره عن ضبع، شخص يعيش على رثاث الاسود، شخص يعيش على رثاث الاسود. هذا الشخص هو عباره عن لا شيء، نكره. فحب انه هو يطلع ويصير، شو عمل؟ صار يهاجم الناس المشهورين. تخيلوا، حكي عن انتوني روبنسون هو نصاب، حكي عن راندي جيجن هو نصاب، حكي عن روبرت كيوساكي هو نصاب، حكي عن شركه اموي اللي عمرها 100 سنه هي شركه نصب. طب مين ده مش داغن يحكي عن امه انه هي نصابه؟ هذا اللي ضايل، مش ضايل حدا. هذيك حتى لو بتروح على الانترنت اوكي وبتقراوا عنه مسمينه ذا جاي هو كول هيم سيلف ذا سكام، وقايلين انه انت بس ضايل تحكي عن امك سكام. جابوا له بعيد ميلاده سنسال مكتوب عليه سكام كثير كبيره صورين اياها. طب هو شو عم بيحاول يعمل؟ هل هو ملاك كثير بحب الناس اللي بيعرفهم واللي ما بيعرفهم وبده ينقذهم؟ هل هو سوبرمان تبع العصر المنتظر، الباتمان اللي بده يمنع الشر من الانترنت؟ Is he that person? Absolutely not. هو كل اللي عم بيعمل انه عم بيحاول يشتري انتباه الناس، لانه اول كلمه، عارف عقل البشر مركب هيك 70% سلبيه، اول كلمه بدوروا عليها الناس في اي مشروع، في اي فكره جديده مع اي شخص جديد، نصب، فرود، سكام. فراح تلاقي انه هو اول واحد بيطلع لهم. ليش؟ لانه هو حكي عن اكثر المشاهير نصب، فهو اكثر واحد حيطلع. فعامل ترافيك، اخو منيوك عامل ترافيك كثير كبير على البلوك تبعه، سوري توت توت توت، عامل ترافيك كثير كبير على البلوك تبعه. فبالتالي شو؟ ادخلوا على الموقع تبعه البلوك، عم بحط اعلانات ودعايات ودنيا. فهو هي اتس ان اجز اون شات ذاتس ات. فهذه الفكره تبعته. فدوبلي لانها من المشاهير واللي انشهرت كثير بامريكا، اللي وصلت لدرجه انه الواحد اشترى شغله بقول ديد يو دوبلي ات، زي ديد يو جوجل ات، اتس غانا هابن ان اول ذا وورلد. عشان هيك فقط هو بده يستخدم شهره دوبلي. ولكن ادخلوا على الفيديو وشوفوا كيف رديت عليه حرف بحرف، كلمة بكلمة، لأثبت إنه هو النصاب. هذا رقم واحد، إيثان فيندربرغ. طيب الشخص الثاني اللي أنتوا كلكم سمعتوا عنه، هذا شخص موقفه حساس، وأنا عارف إجتني فيديوهات من السعودية ومن البحرين ومن يو اس اي. شخص اسمه مات ترينر. طبعا هذول جماعة في يو اس اي كثير بيعرفوه، مات ترينر. طبعا هو بيسمي حاله بلوجر انترنت جورو، اللي هو عملاق الانترنت والاونلاين شوبينج وهالامور. مات ترينر كان من فريق تيم وقار، واليوم اليوم من امريكا اي ثينك بعد ساعه او ساعتين راح يصدر تصريح رسمي من شركه دوبلي ومحامين شركه دوبلي برد رسمي على مات واتهامه وزجه للسجن. لانه على فكره مات ترينر كان 4 سنوات بالسجن،
خليني اقول لكم مين هو ماك ترينر، شو قصته. طبعا سمعتوا عن تيم وقار بامريكا، وتيم يعني بلش منيح وعمل صيت منيح، الحمد لله احنا بدانا نتخطاه بالانجازات. المهم تيم وقار كان من ماك ترينر، كان من الليدرز مؤسسين تيم وقار. اوكي، ماد ترينر شو عمل يا جماعه؟ ماد ترينر كان عم ببيع برنامج بسميه الترافيك لاندنج بيج روتيتر. اوكي، كان عم ببيعه للناس، الناس اللي بسجلوا عنده بسجلوا بدوبلي، ببيع لهم هذا السوفت وير ب 2000 و3000 دولار على اساس انه بيوعد لهم انه هذا البرنامج ليد جنريشن، بيطلع لهم ناس وشوبر وبصير بدخلهم وسجلهم على المواقع عندهم. وطبعا شو على اساس انه هاي اللاندنج بيج عليها روتيتر، لما انت تدفع بصير بالدور بتغير موقعك، بدخل بقعد ساعه بعد الموقع اللي بعدك، موقع اللي بعدك، على اساس انه هو حيدينهم شوبينج نتورك. وقال انه مايكل هانسون وعده انه لو انت عملت هذه اللاندنج بيج راح تلاقي كونفرجن ريت 80% نسبة التحويل للناس اللي بتعمل لاندنج على الصفحة تبعتك 80%. وهذه ما اظني في طالب بأولى حضانة بوعد هالكلام، لانه فيش اشي بالدنيا بيعطيك كونفرجن ريت 80%، فيش اشي، مستحيل. ولا كان الناس كلهم مسلمين او كل الناس مسيحيين، ما بينفع 80% كونفرجن ريت. فيعني يعني عم بقول شغلات مالهاش منطقة. اللي صار معه شو؟ انه ما عم بياخذ الكونفرجن ريت، ما بدي اقول لك انه السيستم تبعي بولشيت، ما بدي اقول لك انه والله انا مش عارف اعمل صح، مش عارف اشتغل فيه صح، مش عارف وات ايفر. اوكي، وصار الناس كلهم يقولوا احنا وين دفعنا 2000 و3000 دولار، فبلش شو يتهم في دوبلي ويقول لك دوب السيستم مش ماشي، مش عارف شو كذا، ووعدونا وكونفرجن ريت ومصارش وبيج ديلز والناس اللي بيحكوا على. وشو بالاشياء اللي قالها مات ترينر؟ قال لك والله انه هاي الفيلا وما الفيلا حكي فاضي ومفيش منه. انا راح ارجع كلمه كلمه هلا. اول اشي موضوع الكونفرجن نعرف انه بولشت حكي فاضي، واليوم الشركه من وين جابوه؟ الشركه حترد عليه رد رسمي، ولا كلمه من كلامه موثقه، حيطلع رد رسمي وان شاء الله حينحبس مره ثانيه. رقم اثنين، بالنسبه لموضوع الفيلا وما الفيلا، احنا كنا متفقين انه هاي شركه شو؟ مسجلة listed في الناس داكو في US exchange، معناها audited، مراقبة، محاسبة. الكلام اللي بتحطه على موقعها هو عبارة عن وثيقة قانونية. يا جماعة أنا لما كنت بشتغل في الهندسة دفعت مقاول، أنا كنت استشاري، دفعت مقاول 600,000 درهم، ما يعادل تقريبا 170,000 دولار، وكان حجتي في المحاكمة ايميل انبعت من شركتهم، بس طبعا مش ايميل هوت ميل لهوت ميل، لا ايميل من شركتهم لايميل للبروفيشنال ايميل تبع شركتي. I've used it as a legal document. طيب انت اليوم بتحكي على شركه اوديتد، راح افرجيكم شغله بموقعكم تتفاجئوا منها. خلينا اليوم كلكم شباب صبايا، الكل شايف الشاشه تبعتي؟ الشاشه تبعتي شايفينها؟ اوكي؟ دان حنفتح هلا شو؟ doublynetwork.com doublynetwork.com. اوكي راح اجي على هعمل لوجن. اوكي هدخل مثلا على موقع بنتي. هاي طلعوا معي منيح شباب صبايا وشباب عفوا. اوكي طلعوا معي منيح. هذا الموقع تبعك اوكي اللي هو دوبلي نتورك. خلينا نشوف اليوم، نيجي نروح لهون على شغله اسمها ماركتينج تسويق. اوكي اضغط على الماركتينج. بعدين بدي اياك تنزل على بروموشن. اوكي بدون ما تضغط عليها ممكن بس تحط الماوس عليها زي هيك. اوكي شايفين قدامكم الماوس، حطيته على ماركتينج، راح انزل على بروموشن. تبوا علي ايش راح اعمل؟ بس تضغط على بروموشن. اوكي راح تلاقي كل الاشياء اللي وعدتك فيها الشركه موجوده هون. اول اشي هذا الفرونت لاين بروموشن،
العرض اللي الشركه حطت لكم اياه اللي هي تجيب 3 تي ام اوكي في اقل من شهر بتزيدك $300، 3 بي بي اي بتزيدك $1,500 العموله تبعتك، هاي موجود مشروع 100% ومحطوط امثله عليه واكزامبل. بعدين ننزل لتحت راح نلاقي له يلتي ممبر بونص اللي هي بنحكيها. We are thrilled to inform you about a groundbreaking industry leading loyalty bonus اللي هي الشخص اللي بيسجل ك PPA الشركة بتضمن له فلوسه. هيو مكتوب We are now offering eligible PPA members a new loyalty bonus after 5 years of consecutive membership. شو مكتوب؟ Who can participate? How do I qualify? بعدين بتلاقي مكتوب One، يعني هذا هو العقد اللي بينك وبينهم، شايفه؟ شو مكتوب هون؟ On the date of your 5th anniversary، يعني في يوم اليوم اللي بتكمل فيه 5 سنوات، you will receive $2,475، راح تاخذ $2,475 اللي هي الفلوس اللي دفعتها، or equivalent of what you paid in PPA package in your local currency، راح تستلمها بعمولة دولتك، applied in your network account. It's really that simple. يعني هاي الشركة بتشهد لإلك، فيك هاي الصفحة هون تعملها print out، تاخدها كوبي. هاي هون شو مبين؟ هذا لينك دوبلي، يعني هذا official company announcement موجود عندك. الشركة بتقر بهذا الكلام. ننزل لتحت دوبلي golf and beach resorts، هذا الوعد اللي وعدتك يا الشركة موجود عندك قدامك، اطبعه خزنه صوره، بخلي محامي يصور لك اياها، اعمل اللي بدك اياه. هذا برايكم شركه اوديتد بتحط هالكلام اثبات عليها لو ما في موجود؟ وازيدكم من الشعر بيت، ان شاء الله بكره او بعده راح ابعث لكم ان شاء الله على كل الواتسابات جروب والابلايناتكم، مستر ثوماس حيشارك معنا صور العقد تبعه وصور المشروع مخططات المشروع كامل. وبعد 3 شهور راح توصلنا مخططات المشروع المعتمدة من الحكومة الأمريكية، لأنه خلصوا البنية التحتية والووتر سبلاي والدرينج والكهرباء وبلشوا هلأ الاعتمادات، زي ما بنعمل مخططات اعتمادات الاستشارة اعتمادات المقاول، راح تجينا المخططات معتمدة، لأنه تقدمت المخططات للحكومة الأمريكية، لأنه الناس ذاك طلبوا منهم بدنا المخططات المعتمدة. هذه لازم تحطوها من الفايلات تبعتكم ولازم كل الناس يكونوا شايفينها. خلال 3 شهور المخططات المعتمدة حتكون جاهزة ومحطوطة على الموقع. فبرأيكم كيف الشركة بتعطيك هالكلام كله وبتعطيك الاعتمادات؟ كيف وين النصف في الموضوع؟ فهذا إن كان يدل ما بيدل على غير إنه هو واحد بيهوبر بيحكي حكي فاضي لا أساس له. واللي أكثر من هيك إنه مات الترينر غير اسم الفريق واعلن بالفيديو. ليش غيره؟ ليش خلاه وقار؟ ما كان الفريق اسمه تيم وقار، ليش خلاه وقار؟ لانه انطرد من الفريق. تيم وقار لسه موجود في دوبلي زي الكسندر وهدول اللي بيعملوا $300,000 في الشهر بعد كم من شهر من دخوله بالبزنس. لسه تيم وقار موجود والتوب ليدرز تبعهم موجودين. هو اللي انطرد من الفريق لانه هي cheated people ويو كان ريد اباوت هيم. 4 سنوات قاعد بالسجن. في اليوم الناس اللي بتفلسفوا عليكم وبقولكم والله في واحد ايثان هاي فيديو خد ابعته، وابعت لك الفيديو تبع مات ترينر شوف تفضل واحد من ليدرز عندكم، هلا فيك تعرف تسكت اي واحد. اذا عرف السبب بطل العجب بكل بساطه. فاليوم انا لما بدي اقعد مع اي واحد في الدنيا واجا حكالي دوبلي سكام او نصب، بعد ما انا اتجاوب معه بالطريقه المنطقيه وبالاثباتات اللي فرجتكم اياها، برايكم شو ضل عنده حجه؟ ما هي حجته؟ اذا كان فعلا هذا اعتراض وليس حجه راح يسجل معك خلاص، ما ضل عنده شيء. فبكل بساطة يا جماعة، كل لما احنا بنحكي لكم احضروا التدريبات احضروا المحاضرات كل ايفنت تكونوا فيه، لانه هذا will empower your knowledge،
هذا راح يقوي معلوماتك، اسلوبك، طريقتك بالتعامل. فعشان هيك لما انت اليوم تحكي مع واحد بهاي الطريقه، ما في سبب بالدنيا يخليه ما يسجلش معك. You have killed the reason بهاي الثقة، بهاي الكونفيدنت، بهاي الإثباتات، بتواتر بتناسق الأفكار اللي تكلمنا عنها. راح يقول لك واو أنا بدي أكون مع الإنسان. لأنه في صناعة النتورك ماركتينج الناس ما بيحبوا يدخلوا مع الضعيف، لأنه بقول لك أنا ما بدي حدا يتكي علي، أنا بدي حدا أتكي عليه، بدي حدا يعيني. أتكي عليه معناه أتركز عليه، معناه يعني أميل عليه، بعرفش بالمغربية شو معناها. فبكل بساطة لما أنت تتكلم بهاي الطريقة ولما تعطي هاي المعلومات بتسلسل الأفكار هذا، الناس راح تحس بقوة الليدرشيب تبعتك، وراح تقول لك This is the person I want to be with. تخيل يوم أنت فريقك كله عم بيعالج الاعتراضات بهاي الطريقة، أقسم بالله ليرتفع التسجيل عندك 5 إلى 10 أضعاف لو بنعمل الفولو اب الصحيح وبتعالج اعتراض بهي الطريقه. فشو المشكله انه نعملها؟ فيري سمبل، تو ات وعلم فريقك يعملها، تو ات وعلم فريقك يعملها. ات از ذا سيكريت اوف اور سكسس. اوكي هرجع اعمل كونكلوجن سريع اوكي عشان اذكركم في البوليت بوينتس. اليوم انا بس بتعامل مع اعتراض النصب بسكام، ببدا I know how you feel, I feel the same. ببدا what I found is different. انا حاسس باللي انت بتحس فيه، كلامك مزبوط، لانه انا برضه شفت نفس الشيء وقريت نفس الشيء، وعلى فكره هذا الموقع حكى هيك وهذا الموقع حكى هيك، بس فهمنا له هو يطلب مني. طب ليش دخلت؟ شو اللي خلاك تسجل اذا عارف الحكي كله؟ بكل بساطه شو بعمل؟ بقول له اوكي الان ببدا اعالج اعتراضات. What I found او ما وجدته is 1 2 3 4. ببدأ في المعالجة المنطقية، بفهمه كيف الناس بتفكر، وأن نسبة الفشل أكثر من النجاح في كل شيء بالدنيا، بس إحنا على نسبة النجاح أعلى نسبة، ومع ذلك نسبة الفاشلين أكثر. الفاشل دائما بدور على شماعة، فعشان هيك بتلاقيهم بحطوا كل هاي الأعذار. فأنت اليوم يا صديقي لما بدك تدور، ندور على حقائق وما تشوف أفكار، آراء. دور على حقائق وما تشوف آراء. والحقائق هي كالتالي، إنه أنت عندك اليوم كل الشركات اللي نتعامل معها، احنا شركه مسجله بالناس داك، معناها مراقبه من اف تي سي، احنا متعاقدين مع سامسونج، مع ابل، وكل هاي الشركات العالميه. واذكر اسم 10 اسامي الشركات وخليه يشوفهم على الموقع تبعك، على موقع دوبلي. قول له هاي الشركات كلها مش عندها محامين وهيئات محاماه؟ هيئات المحاماه اللي عندهم ملايين الساعات من الخبره في المحاماه. هدول المحامين كلهم واصحاب الشركات هاي كلها ما عندهم نفس الجوجل اللي عندك اياه؟ مظبوط. ومع ذلك تعاملوا مع دوبلي. صديقي القافية تسير والكلاب تعوي. فيري سمبل. تنبح. اوكي. بلس نيجي للتفسير المنطقي. قول له تعال معلش خلينا نشوف زي ما حكينا الفيري لوجيكال اكسبلانيشن. انه هاي بالناسداك، انه هاي كذا، هذول كلهم. يو جاست هاندل ات. بعدين باجي اليوم لو ذكر لك موضوع ايثان او مات ترينر او مايكل ساندرا، انتوا عرفتوا مين هم وشو خلفياتهم، واليوم الشركه حتطلع رد رسمي راح تقول له اياها. ولو حكى لك عن موضوع الفيلا فسجلوا هذا العقد قدامك، وان شاء الله المخططات راح ابعث لكم اياها كلكم عشان تكون عندكم، وان شاء الله بعد 3 شهور المخططات المعتمده من الهيئات الحكوميه. هذا بيقدر يسكر توم اي بني ادم بحكي معك. نيجي للاعتراض الثاني. سلام روز رافع ايدك، رافع ايدك يعني بدك المايك. شباب اللي بيرفع ايده بده المايك. اوكي ممتاز. انا يا ريت بس ناجل اسئلتنا لاخلص كمان سؤالين اوكي عشان نقدر الناس اللي معانا ما يتاخر فنقدر نكسب الوقت. حنعالج كمان سؤالين بعدين نفتح مجال الاسئله. اوكي نيجي هلا للاعتراض الثاني اللي هو كثير انشهر في الوطن العربي، واللي شركات النصب اللي عندها منتجات ما بتسوى 10 دولار وبتبيعها ب 1000 دولار عم تستخدمه لتخلينا او تقول انه والله هي شركه نصب. واعتراض تافه جدا على فكره. شو هو الاعتراض؟ بقول لك يا اخي انا بدفع
$2,475 لباقة البي بي اي، او بدفع $594 لباقة التي ام، وما باخذ منتج، ما عندي اي غضوي، معناها هاي فلوس بفلوس نصابة نصب، صح؟ شو انا عم باخذ بالفلوس اللي بدفعها؟ ما باخذ اشي، باخذ هوا، معناها هذه لعبة مالية، تحايل مالي، مع انه احنا شركتنا مقننة 1000 مرة من اكثر شركة موجودة، ومع ذلك تعال نشوف كيف طريقة التعامل مع هذا الاعتراض. اللي بقول لك انا شو باخذ في المصاري اللي بدفعها؟ ما بيجيني اشي. اوكي. I know how you feel, I feel the same. على فكرة محمد معك حق. كلامك مزبوط. انا بتذكر لما كنا في شركة XYZ لما كنا ندفع $600، يا زلمة كنا نعبي الخزانة عندنا اغراض. كان الناس تاخذ اغراض تشتري ومعبى يا طب فيزيكال برودكت مزبوط. طيب يا اخي طب شو اللي دخلك معاهم؟ ليش انت معاهم؟ وبتعرف شو الفرق؟ بقول لك شو الفرق؟ الفرق انه احنا اليوم بدينا ننظف عقليه التسويق الشبكي. بدينا نغير عقيده التسويق الشبكي عند الناس. الناس متعوده انه التسويق الشبكي واحد يجبر انه يشتري منتجات هو ما بده اياها او بكرهها بس عشان يدخل في خطه الارباح. فالناس متعودين شو انه نتورك ماركتينج بدك تبيعني اشي، خاوه بدك تلبسني اياه. بس احنا اليوم ارتقينا، بطلنا بياعين شنطه، ارتقينا بالمستوى وبالافكار وبالاخلاق. كيف؟ هقول لك كيف. فيري سمبل. انت اليوم لما بتروح تدفع فاتورة كهرباء ببيتك بتاخد اشي بايدك؟ لا، مش بتاخد خدمة. مزبوط. انت لما بتروح تشتري رصيد وبتعبيه في موبايلك وتدفع فاتورة موبايلك اخد اشي بايدك؟ لا، خدمة سيرفيس انت بدك اياها وبتروح كل مرة بتشتريها مبسوط. مزبوط. قل له يا صديقي العزيز دوبلي عم بتقدم للناس قيمة حقيقية، ما عم بتبيع لهم منتجات وهمية بعشر أضعاف سعرها. عم بتقدم للناس شغلة اسمها VIP Membership، اشتراكات VIP، اللي هذا الاشتراك بيسمح للناس في السنة توفر $500 و$1,000 و$2,000 حسب استهلاكهم. دوبلي اتعاقدت مع الشركات، عملت السيستم، حطت البلاتفورم، قضت سنوات وسنوات وهي بتجيب عقود مع شركات عشان تحط لك اياهم في امبريلا واحده، وتعرض لك خصومات وكاش باك وفان شوبينج، وتعمل لك اياهم كلهم تحت مظله واحده اللي بتفيدك بالسنه 500 1000 2000. يا جماعه انا هلا صرت موفر اكثر من 10000 درهم، اقسم بالله سيفنج. لما بحسب انا مقارنه باللي كنت لازم ادفعه اللي دفعته عن طريق دوبلي، طب ما هذا ترو فاليو. وما اشتريت هاي المنتجات لانه لازم اشتري عشان ارفع الرانك، لازم اشتري عشان تنحسب لي عمولتي، لازم اشتري عشان اشتريت لانه انا بدي اشتري. قيمه حقيقيه. هذه ما بتسوى $100 بالسنه؟ ما بتسوى $50 بالسنه؟ فيري سمبل. فانت اليوم عم تشتري قيمه فاليو من دوبلي. هذا الممبرشيب دوبلي تعبت سنوات لعملت لك اياه وجبت لك الديز وتعاقدت مع الشركات وحطت لك البلاتفورم وبعتت لك الماستر كارد. في ماستر كارد بالدنيا ببلاش مثل ما اخذتها مع الباقه. بلس الادد فاليو الخصومات الثانيه، هذه كلها بتسوى $50 او $100 في الناشونال مول. لك بتسوى، ممتاز، هذا رائع. بس انا ما بحكي على هدول، انا بحكي على ايش؟ على اشتراك التيم ممبر تدفع له $594. بقول لك ممتاز. لو انت اليوم تشتغل موزع لدى شركة اتصالات اللي ببلدك، شركة اتصالات، شركة اوريدو، شركة زين، شركة اللي هي، وبتروح على الشركة يا صديقي الكريم بتشتري 10 بطاقات شحن رصيد، كل بطاقة ب 200 درهم. حلو؟ الشركة بتعطي لك اياها ب 190 درهم. تدفع 1900 تاخذهم بتبيعهم، قديش بتاخذ؟ 2000 درهم.
بقول لك ممتاز، هاي جعالة، انا وكيل عم باخذ فايدة، بشتري بسعر الجملة وببيع بالمفرق. طب ايش فرق هذا عن دوبلي؟ ايش فرق التيم ممبر على اللي حكيته هلا؟ انت كوكيل مستقل للشركة اشتريت 10 منتجات لانك وكيل مستقل ديستريبيوتر، اشتريت 10 منتجات من دوبلي $495، 10 اشتراكات في اي بي، لما حتبيعهم راح تاخذ $495 وفوقها $125. ليش؟ لانه كل في اي بي بتسجله تاخذ عليه $12.5، فمعناها العشرة هذول لما تبيعهم حيرجع لك $620، وانت كم دافع؟ $590. فانت شو عملت؟ اشتريت هول سيل وبعت ريتيل. شو فرق هاي الوكاله انا اللي حكيته عن مرجات الاتصالات او على موبايلات الايفون او على باكيتات السجاير او على اي شيء بالدنيا؟ انت كوكيل مستقل هلا بيبي، انت وكيل اكبر، بدل ما اشتريت 10 50، لانه بتعرف حالك عندك قدره تبني البزنس، تعرف حالك سترونج ديستريبيوتر، تعرف حالك بزنس بيلدر. وفوق كل هذا احنا بناخذ دورات تعليميه من بنك ال اكاديمي سيرتيفايد، والله كنا نبيعها بشركات ثانيه ب $500 $600. هاي داخله مع الباكج معنا، وناخذ الماستر كارد وبناخذ اللايسن، وفوق كل هذا عم ناخذ قيمه مضافه تسويقيه من كانو ومن ومن من هدول الشركات اللي لسه بعدها عم تكبر. والله لو كانت نص شركة أنا راضي، لأنه هي قيمة مضافة أصلا مش موجودة عند أي حدا بالدنيا، بس عم بتزيد وعم تكبر. الآن عرفت شو هو الفاليو تبعك؟ يعني حتى لو بدك تفكر فيها إنه الفي آي بي هدول بدك تهديهم إهداء. طب ما هدول لما تهديهم للناس الصح راح يعملوا لك شو؟ دخل مستمر، سواء لما هم يجددوا او لما يتسوقوا. فانت بكل بساطه يا صديقي، انت ما في فرق بينك وبين اي وكيل، انت عباره عن وكيل مستقل اشتريت منتجات دوبلي. وما هي منتجات دوبلي؟ الفي اي بي ممبرشيب، اشتراك الممبرشيب، هذا هو منتج دوبلي، اشتراك الفي اي بي ممبرشيب اللي بيعطي قيمة حقيقية للناس، وهو توفير يصل حتى 20 و30 و50 و60% من مشتريات الناس اللي هم أصلا مشترينها. فأي حدا more than happy إنه يضلوا يجدد اشتراكه. فأنا اليوم وكيل أخذت 10 منتجات wholesale بسعر الجملة وبعتهم ريتيل، أو أخذت 50 منتج وبعتهم بسعر الجملة، وفوق اخذت دورات تسوى اكثر من $500، واخذت ماستر كارد، واخذت شوبينج فاوتشر، واخذت رخصه البزنس. اوكي، الان وضحت الفكره، عرفت شو يعني تيم ممبر، عرفت كيف انت ديستريبيوتر، ما في صوت، صفى خلف. جماعة كل سمعني، لأنه صفا عم تحكي إنه ما في صوت. Perfect. أوكي صفا الكل سمعني، ما بعرف you might have a challenge. الصوت واضح، يمكن في عندك شيء. الصوت تمام، ممتاز. أوكي نكمل. مجد حثناوي، أستاذ مجد حبيبي أعطيني بس دقائق ونرجع لكم. اوكي كلير بيرفكت. طيب اذا هل عرفنا كيف نتعامل مع هذا الاعتراض؟ لو واحد قال لك والله اتس ماني جيم، انت شو بتشتري، انت شو بتاخذ، انت شو بتعمل؟ يو ار سمبلي ا ديستريبيوتر ايجنت، وكيل مستقل عم تشتري بالك هول سيل، بتبيع ريتيل، حاب بتبيعهم حاب بتوزعهم، اتس اب تو يو. بس it has ما فيها اي نقطة من الخلاف هون. اوكي؟ لا شرعا ولا في الـ DSAs ولا as per the Federal Direct Selling Association، قوانين التسويق الشبكي في العالم. Has no objection. اوكي.
هذا ال other objection أو الاعتراض الثاني. جماعة أنا عم بحاول أعطيكم أمثلة عشان تشوفوا كيف الفلوت على الأفكار، واللي هي بالآخر نفس الكونسبت تتطبق على كل الاعتراضات، بس احنا بنحاول نتشارك مع اعتراضات اكثر عشان برضه الخبره بتفيد الكل. مهم الصوت واضح، لو تتم اعاده سريعه ان امكن لانه مهم جدا. بندر علي، اي اعاده لشو يا بندر؟ اوكي بندر، ان شاء الله هالتدريب مسجل وباذن الله حنبعته للكل بعد ما نظبطه ونقطعه. دان اوكي، اكيد طبعا معالجه الاعتراضات مهم جدا 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 جدا، لانه هذه هي الاشياء اللي تفصل بينك وبين تسجيل الشخص. اذا تعاملت معها صح خلص هيز دان، راح ترتفع نسبه الاداء عندك 10 اضعاف مش مره ومرتين. يلا توكلوا على خير نكمل. طيب نيجي نتعامل مع اعتراض ثالث وهو money. I have no money. أنا ما عندي فلوس. وهذا أكيد كثير منكم تواجهوا فيه. أنا ما عندي فلوس. مرحبتين، مرحبا فيك بالمحيط. أوكي. أنا ما عندي فلوس، الموضوع رائع وكذا، بس والله ما عندي فلوس، يا خسارة. طيب إذا حدا سأل عن الشغل من الناحية الشرعية أنا حرام أو لا؟ أول إشي أخت أسماء اللي بيسألك حرام أو لا، أوكي خلينا نتطرق لهذا الموضوع عشان نمشي خطوة بخطوة، أوكي عشان ما نخربط الأفكار. خلينا نعالج إنه أنا ما عندي فلوس بعد نرجع على الشرعية. طيب أوكي ممتاز. هلا إذا حدا قال لك أنا ما عندي فلوس، إذا واحد قال لك قعدت معه والله الموضوع رائع وممتاز وكذا بس ما عندي مصاري، شو بدي اعمل؟ هقول بتعرف محمد، انا مريت بنفس اللي انت مريت فيه، كلامك مزبوط. 2400 دولار لما انا اجيت ادخل قعدت احسب فيها، 2400 دولار 10000 درهم او 9400 درهم 10000 ريال، قعدت احسب فيها. طب ما هو انا عندي قسط السياره ومدارس الاولاد ولا قسط مش عارف شو للبيت ولا الكهرباء ولا ما ضلش اشي بالراتب، ما ضلش اشي حتى بالمصروف ولا بالراتب. طب وين اجيب هالمصاري؟ شو بدي اعمل؟ ولك مظبوط. اه طب يا اخي كيف فتت انت؟ كيف ضبط حالك؟ انا هذا اللي بدي اوصل له، كيف انت عملت؟ طب ليش عملت؟ بدي الفتحه هاي تيجي اللي هي to remove the defensive weapon and remove the blockage mood. So يكون good receptor. اوكي. هلا اجا بقول له بعد ما حكينا الحكي بقول له بتعرف محمد شو اللي وجدته؟ اللي وجدته يا صديقي العزيز انه لانه انا ما معي فلوس ولانه انت ما معك فلوس، احنا اكثر ناس بالدنيا اوكي؟ انا ما بعرف بعد اللي صار معنا شو وصلنا اوكي انه اه لانه انت ما معك فلوس وانا ما معي فلوس يا صديقي العزيز، عشان هيك احنا محتاجين هذا البزنس. فيش حدا في الدنيا وفيش طريقه بالدنيا بتقدر نغير فيها حياتنا زي هاي الفرصه. واللي وجدته يا صديقي العزيز، لانه اللي وجدته يا صديقي العزيز انه بعد 3 سنوات شغل ولا 5 سنوات ولا 10 سنوات شغل انا ما عندي 9000 درهم ولا 10000 درهم عشان ادخل مشروع اغير فيه حياتي. لو بدي اسالك سؤال، لو لا سمح الله، الله لا يكتبها لا لي ولا لك، لو مثلا عملت حادث بسيارتي او سيارتي كانت تامين خالص بدي اضطر ادفع 10000 درهم لصاحب السياره الثانيه ليصلحها او حبس بدي اضطر اجيبهم، لو لا سمح الله حد من العيلة بعيد الشر الله لا يكتب لك إياها لا لإلي ولا لأحبابنا
يضطر يدخل على مستشفى وما عندوش تأمين، وبده يعمل عملية ب 20,000 درهم ولا 30,000 درهم، بده أقول ما معيش، ما أنا بدي أدبرها. ليش؟ لأنه هذا إيمرجنسي، لأنه هذا حالة طارئة. واللي أنا اكتشفته يا أخي الكريم إنه أنا بعد عمل 3 سنوات أو 5 سنوات أو 10 سنوات ما عنديش 10,000 درهم عشان أدخل فيهم مشروع أغير حياتي، معناه أنا اللي بحالة طارئة، معناه أسلوب حياتي هو اللي بحالة طارئة، معناه وضع المالي under a big alarm. I am into a financial cancer. ولازم أتخذ قرار سريع لأحله، لأنه لو ضليتني هيك كل سنة عن سنة الحال عم بيزيد سوء. وإذا ما أخذ قرار في التغيير عمري ما هتغير، لأن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإجت لنا الفرصة على طبق من ذهب، في مشروع بالدنيا بتقدر تبدأ فيه 10,000 درهم وخلال سنة أو سنتين يغير لك حياتك ويخليك تتقاعد. في مشروع بالدنيا بقول لك أنا بضمن لك رأس مالك إذا كنت أكتف 5 سنوات، وإذا ما عملتش إشي بس وزعت 50 VIP بتعمل 10 أضعاف الفلوس اللي دفعتها. عشان هيك يا صاحبي أنا بدأت، وعشان هيك يا صاحبي أنا رديتك، لأني عارف أنت زيك زيي، أكثر واحد بده مساعدة زي ما أنا محتاج المساعدة. فعشان هيك قلت بدنا نحط إيدينا بإيدين بعض ونتكل على الله ونحط خطة بإذن الله تكون سبب تغيير حياتنا. طب لما أنا اليوم بحكي مع واحد بهذا المبدأ وبعدين فيك تزيده من الشعربين، بقول لك طب شو بدي أعمل؟ قول له أنت فعلا صادق وبدك تصير أوكي. ما في 5 يثقوا فيك يا محمد؟ أعطيني 5 يثقوا فيك. طبعا عندي. قول له يا أخي بدل ما تروح تداير 10,000 درهم يمكن من شخص واحد ما يقدر، كلم 5 أشخاص يثقوا فيك وتداير من كل واحد 2000، وأنا مستعد أكون واحد من 5 هدول، بس توعدني ترجع لي إياهم آخر الشهر تكتب لي فيهم وصل وات إيفر، بفرجيك إنه أنا بدي أقف معك وساعدك. وبعد ما تسجل الخمسة هدول حيكونوا أول ناس كمان تدعوهم للبزنس تبعك، وأول ناس وبأسرع وقت ترجع لهم الفلوس عشان يحسوا بالأتشيفمنت تبعتك. If you really want to do it. لأنه يا جماعة اللي بقول لك ما معي مصاري هذه حجة. صح فعلا ممكن ما عندوش مصاري بس بيقدر يدبرها. لأنه أقسم بالله إنه في اليمن كان في شباب بتبيع حفش متر تفوت في شركات تانية، وفي دول بديش أوصل لها المرحلة بيبيعوا كلاهم زي في إيران ليفوتو. بس اللي بده يعمل إشي اسلموا إليك ما في إشي في بيتك. اللي بده يعمل إشي وناوي ما حدش بالدنيا بوقفه. الرجل بيقدر يدبر الفلوس، لكن إذا اقتنع. فعشان هيك handling objection من أهم أساليب والطرق والأشياء اللي تخليك تقدر تكسب الناس بدل ما تخسرهم. This is how you can simply تتعامل مع اعتراض I have no money. زي ما قلنا بكل بساطة منطقية، معاك حق، مبلغ مش بسيط. حتى أنا لما بدي أدخل قعدت أحسد، طب أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، من وين أجيب 10,000؟ طب كيف دبرت حالك يا أبو حميد؟ بيجي بيسألك طب كيف دبرت حالك يا خالد؟ تعرف كيف؟ حاب تعرف ليش؟ بقول لك بقول له أنا اليوم فكرت بطريقة لا سمح الله، بديش تقول له لا سمح الله لو صار إشي وكذا حتتدبر؟ بتتدبر. قول له طيب معناه إنه لو في إيمرجنسي تتدبر. طب ما يا صديقي بعد شغل 3 سنوات 5 سنوات 10 سنوات أنا وياك ما عندناش مبلغ نبدأ فيه مشروع نغير حياتنا، معناه إحنا حياتنا بأكبر إيمرجنسي، معناه إحنا أكثر ناس بالدنيا فاينانشال كانسر ومحتاجين نغير وناخذ قرار لنغير من حياتنا من فاينانشال كانسر. فعشان هيك انا اخترتك، لانه انا وانت ما عندناش فلوس، وهذا هو الحل الوحيد. لانه ما فيش مشروع بالدنيا بهالمبلغ عمل لك كذا وكذا وكذا، وبتفرجي فيديوهات وقصص نجاح وبيكون معك الابلاين تبعك بيساعدك. When this is done properly انا بوعدك نسبة التسجيل عندك من 10-9 إذا عملت المحاضرة صح والفول أب صح، وبالأخص بشركة دوبلي من 10 أقول لك 8، بدي أكون متشائم من 10 8.
لكن do the good presentation و good follow up و don't give up on anyone. Don't ever never give up on anyone. ما يعني يعني don't give up يعني ما تستسلم او ما تفقد الامل باي شخص. كل واحد له وقته. اقسم بالله انه في ناس من اعز اصحابي قعدوا ست سنوات لاقتنعوا دخلوا وصاروا من التوب ليدرز معي. Don't give up on anyone. دائما خلي باب الرجعة مفتوح. ما تسدوا فوش اي حدا. اوكي نيجي هلا لا. نتكلم على موضوع. طيب اذا احد سأل عن الشغل في الناحية الشرعية. اوكي نيجي هلا نتكلم على موضوع الحلال والحرام. اوكي ونغطي بشكل شرعية الموضوع. طبعا الفيديو والانترنت اوكي هنجاوبكم على اسئله الشباب. نيجي هلا نتكلم موضوع الحلال والحرام. اوكي والموضوع هذا بالذات اوكي قديش كان حساس لانه بتذكر في كيونت وفي كل الشركات دخلنا فيها تعاملنا مع عدة شيوخ اليمن للسعودية لمصر للمغرب لليبيا للإمارات. الحمد لله وصلنا لهيئة الإفتاء بالإمارات اللي كانت 8 سنوات محرمة التسويق الشبكي والحمد لله رجعوا حللوه. وحاعطيكم لينكات كتير لمفتيين بتكلموا بالتفصيل كيف إنه التسويق الشبكي حلال. بس أنا بدي أشارككم المنطق. أول إشي اللي بيقول لك حرام بدك تعرف انه ليش حرام. طبعا اوكي اي نو هاو يو فيل اي فيل ذا سيم. اه مزبوط حكيك. انا حتى بالاول قعدت افكر فيها. طب يا اخي كيف انه ربع سريع ومن غير تعب وبعد فتره لو بطلت تشتغل حيجيك فلوس ممكن الموضوع يكون حرام. طب اوف معقول حرام ودخلت؟ لا معلش روق شوي. طب قول لي شو الموضوع؟ اوكي اللي وجدته نبدا هون بنعالج. اول شيء قعدت أسأل نفسي ما هي الحرمة وأين الحرمة في الموضوع. أوكي التلت فينا نقول التلت أشياء اللي ذهبوا إليها علماء التحريم. أوكي زي ما في علماء حللت في علماء حرمت وفي علماء ذهبوا إلى التوقف. بس أنا بأكد لكم 100% كل العلماء اللي حرموا ما فهموا الموضوع صح. لانه انا قال لي اياها الدكتور صيف العصيري في هيئه الافتاء بالامارات. قال لي المفتي اسير المستفتي. المفتي اسير المستفتي يعني المفتي بيطلع فتوى على صيغه السؤال اللي انسالها طريقه السؤال. فانا باكد لكم هذول الناس يا وصلهم اسئله غلط يا فهموا غلط. مع انه مع ذلك يعني انا كنت اتمنى من هدول العلماء انه ما ياخذوا فقط صيغه السؤال انه يتعمقوا اكثر في البحث قبل ما ياخذوا. لكن ربي يعفو عن الجميع. اول شيء كانوا بيذهبوا له انه هو ربا او قمار وما اظن هالموضوع فيه داعي نتكلم فيه. كلكم عارفين بقول لك انت بتحط مبلغ اوكي وبعد فتره من غير مجهود بيجيك اضعاف هذا المبلغ. وهذا طبعا كلام لا يمت الى الصحه. كلكم عارفين المجهود اللي بنعمله. كلكم عارفين انه احنا بنشتغل بنسوق بندور على ناس بتعمل شوبينج او بنعمل محاضرات برزنتيشن. هذا حكي كله بولشيت. ثاني شغله اللي بيجي بقول لك على موضوع اوكي اللي هو طيب اوكي انت المبيعات المباشره اللي انت بتجيبها مباشره اوكي هذه حلال. مبيعات اللي بتجيبها مباشره هذه حلال تتعب فيها. لكن مبيعات غير المباشره اللي اجت عن طريقك غير مباشره هاي ليش تاخذ عليها فلوس؟ هاي حرام. رح اقول له بكل بساطه اتحداك انك تجيب لي اي نص في القران او في الحديث او في الاجتهاد او في الاقتباس بنص على انه بيوزن لك العمل بالمجهود انه والله اذا انت بتعمل كذا جول بتاخذ هالقد فلوس. فرجيني بقيس قيمه العمل بالدخل. فرجيني اي نص بقول لك والله اذا انت اجاك رزق وانت ما تقدرش فيه حرام. ليش حرام؟ الا اذا كان مصدر حرام طبعا. شو الحرمانيه في الموضوع؟
شو الحرمانية؟ اليوم الشخص اللي بدأ تعبان تعب على حاله واشتغل وبدأ شركة هندسية هو ومعاه ثلاث شركاء، بس طبعا هو صاحب الفكرة، هو دربهم، هو علمهم، وكل واحد دفع فلوس، مش موظفين عنده، شركة صغيرة، اشتغلوا وتعبوا وكبروا، صار عندهم موظفين ودخل معهم شركاء زيادة. كان قبل بروح على الشغل 20 ساعة باليوم، بعد سنتين صار يروح 8 ساعات في اليوم، بعد 10 سنوات صار يروح ساعتين في اليوم، بعد 15 سنة مرات بيروح مرات ما بيروح، ودخله عم بيكبر وبزيد وهو قاعد ببيته. هاي فلوس حرام؟ ما هو ما بيعمل مجهود. أحرام على بلابلة الدوح، حلال على الطير من كل نوع، علي حرام وعلى غيري حلال. It won't work this way. فهذا موضوع اللي هو الربا وجهد مش مجهود باختصار. وبعدين هذا برضو قالها الشيخ العلامة اللي هو الضرير المصري، اللهم صل على سيدنا محمد، المشمشي اللي عمل النتورك ماركتينج، هبعت لكم فيديو تبعه. قال لك يا جماعة إذا هذه سنة رب العباد مع العباد، ليش إحنا نحرمها؟ إذا ربنا علمنا هاي السنة، ورسوله صلى الله عليه وسلم من سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذا هاي سنة رب العباد مع العباد، ليش إحنا نحرمها بيننا وبين بعض؟ يعني أنا جبت 10 دربتهم علمتهم تعبت عليهم وقعدت ليل ونهار أدرب فيهم، والعشرة هدول صاروا يجيبوا شغل وعملوا زيي وصار يجي يدخل أنا، ليه شو الحرمانية؟ ليش حرام؟ هذا موضوع الربا والقمار والميسر. نيجي هلأ لموضوع الغرر والغرار. لا قبل الغرر والغرار نيجي على موضوع بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة. أوكي، إنه أنت عشان تسوق لازم تشتري وعشان تشتري تتسوق، هذا موضوع عندنا ملغي. ثلاثة، نيجي على موضوع الغرر، إنه أنا اليوم عم بغرر في الناس إنه يشتروا منتجات ما إلها قيمة عشان يدخلوا اللعبة المالية. أنا بغرر بالناس. أول إشي هذا عندنا الموضوع لغي، لأنه ما عندنا غرر، لأنه إحنا ما عم نجبر حد يشتري أي إشي، عم نقول الناس اشتروا اللي بدكم إياه. هذا الجزء الأول من الغرر. هلا الشق الثاني من الغرر اللي بقول لك صناعة التسويق الشبكي بتخلي الناس يستخدم مبدأ الكذب والمهوبرة وإنه يصف الشيء بما ليس فيه بس عشان يسجل الناس. راح أقول له يا شيخ الكريم هل البيع حرام؟ هيقول لي لا. هقول له إذن إحنا أحل من البيع، لأنه في البيع اللي بده يبيعك شغلة، أوكي، إذا أنا بدي أفكر في مبدأه، أول إشي الأصل في الشيء الإباحة، وإنه أنا أفترض الإثم بالناس، هذا إثم، إني أنا أفترض والله أنا أفكر إنه الناس هم مأثول. لا يا رب، ما قال لك الأصل بالشيء الإباحة، افترض طيب النية، حسن النية، إحنا دائما نفترض سوء النية، إنه هم هذا بدهم يخليهم يهوبروا ويحكوا حكي مش موجود في المنتج عشان إيش؟ يخلوك تدخل بيزنس ويعمل تسجيلات. طب إذا كلامه صح بينطبق، طب ما هو بينطبق أكثر على البياع العادي، لأنه البياع العادي كل همه إنه شو يعمل؟ يبيعك هالمنتج اللي معه، كل همه إنه يبيعك، مجرد ما باعك عمل اللي عليه. لكن في النتورك ماركتينج عندنا العكس، عندنا صلتنا مع الشخص بتبدأ بعد البيع، ما بهم الشخص يشتري قد ما بهم إنه يشتغل. فلو أنا كذبت عليه وصفت المنتج أو الخدمة أو الشركة ما ليس فيه، شو صار؟ عمره ما حيصدقني بعد هيك، حبل الكذب قصير. فمعناها المبدأ هذا يتناقض مع صناعة التسويق الشبكي، فكيف إلهم إنه يصفوا عنا وهو أصلا موجود أكثر؟ إذا افترضنا سوء النية والعياذ بالله موجود أكثر في السيلز، البيع المباشر. فهذه الثلاث أشياء اللي ذهب لها موضوع التسويق الشبكي، وإن شاء الله راح نحط لكم روابط كثيرة للفتاوي. السؤال سألوه الشباب اللي هو بقول لك يا أخي أنا في ناس في بشركة دوبلي
في محلات بتبيع خمر وخنزير ومش عارف شو هالكلام. طبعا انا ضد الكلام هذا كله، لانه انا بدي افرجيكم بس شغله، اشغل الفيديو. شايفين هاي يا جماعه؟ هاي السيجاره الالكترونيه. الحمد لله رب العالمين انا وقفت السجاير بعد 22 سنه تدخين وتقريبا 3 باكيتات في اليوم، قدرت اوقف السجاير تماما. ساعدني على الدخان. قبل ما نشتريها قعدنا ندور عليها كل شركات دوبلي. دورنا عليها يمكن اسبوعين مش ملاقيين شركات بتبيع الاي سيجارت. بعدين سالت المول بيبل، الناس اللي بتعاملوا مع المولز اللي هم مسؤولين على المولز، هو منهم ريتشارد اللي هو هيد اوف سبورت. قلت له من ضمن الكلام كان عندي، سالت والله كنت بعمل هيك؟ قال لي اه هذا ضد افكار الشركه، اي شغلات بتمس بالاخلاق او بالديانات او بالصحه احنا ما بنتعامل معها، زي السجاير زي البيتس زي المخدرات زي الكحول، اصلا سياسه الشركه بتمنع التعامل معهم. لكن اذا هم اليوم بيتعاملوا مع وول مارت، انا مش هخسر وول مارت كله، لانه وول مارت فيه جزء بيبيع الكحول، واحتمال كمان يكون الكحول ما عليه كاش باك، بس وراي بليف، بس نتاكد من هالموضوع. ولكن يا صديقي العزيز، لو انت بدك تفكر بهذا المبدا، اذا لو سمحت اشلح ملابسك، ارمي سيارتك، ما تعملش اي شيء، كل شيء انت لابسه وبتقوده وكذا صناعه مش اسلاميه مش عربيه. وانت عارف هاي الفلوس من وين جايه وين رايحه؟ وبكره رح يجي عندنا اللوكال مول رح نشتري بدنا اياه. فما بدنا احنا نقعد نحور المواضيع وندخل في ديتيلز هي اصلا غير موجوده. هذا برايي والله اعلم. طبعا الحمد لله برضه حبعث لكم لينكات الفتاوي. هذا بشكل عام كيف نقدر نعالج موضوع الشرعيه. فاظن يا جماعه انا اليوم غطيت اهم 5 اسئله. هذه ال5 اسئله وطريقتها اوكي يقاس عليها الباقي كله، اللي هو الشرعيه، ما في فلوس، ما في وقت، انا ليش بشتري المنتج هذا بدفع الفلوس، اتس ماني جيم، موضوع الشركه نصب. هدول اهم 5 اسئله او اهم 5 اشياء محمد منيب وي هاف تو كونفيرم ذس. انا اف اسكت ماي سيلف، انا سالت بنفسي وهذا الشيء مش موجود. فيك تبعت لي اياه، انا مور ذان هابي تو ديسكس اباوت ات. بس يا اخي ما تاخذ الكاش باك اللي بيجي من هذا بارتيكولر. بكل بساطه احنا في عندنا تقارير بموقع العمل تبعنا بفرجيك كل المتسوقين اللي عندك من وين اشتروا، من اي سوق شو اشتروا. الكاش باك اللي اجاك من هذاك الماركت ما تاخده. طبعا بتقدر وخلصنا، اتبرع فيه يا سيدي بكل بساطة. اوكي. وفي فتاوى طلعت على المحافظ الإسلامية اللي فيه جزء من المبلغ شك انه في حلال وحرام، بقول لك استقطع جزء من هذا المبلغ اللي انت شاك فيه وتصدق فيه. طبعا انت ما حتاخذ عليه اجر والله اعلم، ولكن انه حيحميك من الحرام، وانا معاكم 100%. اوكي اكسلنت. طيب فهلا يا جماعه احنا اتكلمنا عن اهم 5 اسئله وطريقه التعامل معها. بكل بساطه الهاندلنج اوبجكشن، كل اللي انت بدك اياه بدك تكون شو؟ متحدث لبق، واثق بنفسك، افكارك جاهزه ومرتبه، تعمل كفريق عمل، ولازم تعمل الفولو اب، المتابعة، واستراتيجية المتابعة راح يحميك من انك تخسر 50 إلى 90% من التسجيلات. برجع وبعيد بكرر، 90 95 ويمكن حتى 99% من التسجيلات ما بتصير في يوم عرض العمل، بتصير في المتابعة. فلذلك اسس ودرب فريقك وانشئهم على استراتيجية المتابعة السليمة. When they say I have no time, what shall I say؟ مريم حافي يعني عالجنا هالموضوع، بس ممكن تشوفه بالريكوردينج. بكل بساطه انا I would do this thing، بقول له صديقي الكريم احنا كلنا اليوم، طبعا I know how you feel، انت مشغول وانا برضه برجع من الشغل وبروح كذا نفس السيناريو، طب كيف عملت؟ كيف ظبطت حالك؟ بقول له صديقي الكريم احنا اليوم لشو عم ننشغل؟ عم ننشغل عشان نعيش حياه افضل.
نعمل دخل اكبر لإلنا ولاهلنا ولاصحابنا. طيب اذا انا اليوم عم ببدا اشوف انه الوقت عم بيملكني، انا عم بصير اسير لوقتي وما بتحكم بوقتي بسبب انه انا مجبور اعمل دخل اسد الناس الجوعانين اللي عندي، ادفع مستلزماتي. طب هل برايك انه انا اذا اليوم مشغول بكره حكون فاضي؟ ما انا بكره حكون مشغول اكثر، وبعده حكون مشغول اكثر، وبعده حكون مشغول اكثر، وراح يمضي العمر من غير ما اهتم لحالي. انا بيني وبين نفسي قعدت افكر امتى اخر مره اشتريت لحالي شيء؟ نسيت، لانه نسينا حالنا. فاجانا اليوم الحل اللي بنقدر انا وياك فيه مشغولين نقدر نبني صناعه او بزنس يخلينا يكون عندنا وقت اكثر، لانه في صناعه التسويق الشبكي مبداها عمل جماعي. انا ببدا بجيب معايا 4 5 بيشتغلوا معايا بيبداوا يشيلوا الحمل عني، فبعد فتره بعد 6 شهور بعد سنه يشتغلوا صح تدربوا صح، ساعتها اذا انا اشتغلت او ما اشتغلت راح يجيني دخل. ساعتها انا بقدر اتخلى عن جزء من الالتزامات الوظيفيه اذا مش كلها، وبقدر اخذ وقت اكثر لحياتي وحياه اهلي. احنا لما عم نشتغل عم نشتغل لنعمل مصاري لنعيش حياه اكرم وافضل. فعشان هيك this is the only way بكل بساطة. فقط يا جماعة دائما شوف، لما احنا بنقولكم احضروا التدريبات احضروا المحاضرات احضروا الايفنت احضروا ورشات العمل، ما هو هذا بناء لشخصيتكم، تثقيف وتغذية لعقلكم. كل ما عقلك تغذى بأفكار اكثر ومعلومات اكثر وامثلة اكثر، صار عقلك خصب. اول ما واحد يسألك سؤاله هو عم بيسأل السؤال اوريدي الاجابه عندك عم تنطبق وتطلع. بس هذا ما بيصير لما يكون عقلك خامل مش متحرك. This is how you do it. هذه هي اهميه هذا الموضوع. اوكي؟ وهلا قبل مستر كالت sometimes it is just about the people themselves. Sometimes you know just because people don't want to change or afraid to change or don't have the wildness, the brave attitude to lead, change to break the routine. So it's always just about those objections. Like if you did the perfect, like if you did the perfect webinar and follow up, sometimes they just know because they don't want to change. Inas, I don't agree with you at all. With all my respect to your opinion. بس مع انه المفروض اقول لك اي نو هاو يو فيل، كلامك صح وانا حطيت في شيء بس اوكي. بس ليش بقول لك هيك ايناس؟ ايناس اتس نوت اب تو ذيم اتس اب تو يو. شو يعني؟ انا اليوم لما بشرح لناس كثير قراب مني اوكي فيري كلوز، بس اخلص المحاضره والزلمه او الشخص بيقول لي خليني افكر، راح اقول له شو بدك تفكر؟ بشو بدك تفكر؟ وإذا فكر في الموضوع ده قال له مان يعني أنت هتعرف في الموضوع أكتر مني؟ بقول لي طبعا لا خالد أنت عندك خبرة. بقول له أنت تثق فيي ولا لا؟ بقول لي آه. بقول له إذا خليني أنا أفكر عنك. كل المضطر أو كل اللي إحنا محتاجينه يا إناس إنه إحنا نكون مقتنعين إنه هذا شيء رح يغير حياة الناس للأفضل. ساعتها رح نلاقي مليون ألف طريقة، وبكل قلب قوي وبكل صدر رحب رح نعرف كيف نقنعهم، لأنه من واجبنا إنه نقنع الناس ياخذوا القرار. لأنه يا أختي الكريمة الناس ضعفاء، الناس نفسهم مش ضعفاء، الناس نفسهم عبارة عن جبابرة، ربنا خلقهم جبابرة الكون، لكن الحياة اللي عاشوها من ملل وقرف وزهق وروتين وتفليس ومسؤوليات وانعصر وعصر بخضم الحياة خلاهم خايفين ياخذوا قرار، خلاهم بتراجعوا عن أخذ القرار. ف it is our responsibility، هذا واجبنا إنه إحنا نمسكهم نهزهم نشيل طبقات الغبرة والكلخ والخوف اللي عندهم ونساعدهم بأخذ القرار. It's up to us not to them. It is up to us not to them sister. فعشان هيك you shake the tree، انت بتعمل اللي عليكي، انت you do it again and again and again، first follow up second follow up third follow up، I do it again and again and again. كل واحد اقسم بالله كل واحد له وقته، كل واحد everyone has or she has her own time. ف
فدايما خلي باب الرجعه موارب. بس ما حقول لك انه حيكون 100%، ما في شيء بالدنيا كمان لوجه رب العالمين، ولكن لو الفولو اب راح يزيد البرفورمانس عندك 20%، بيستاهل تعمليه ولا لا؟ اذا انت دخلك مثلا 20% التزويد، يعني ضعفين ضعفين الدخل، يعني اذا انت دخلك 1000 صار 2000 دولار، بيستاهل ولا لا؟ اذا انت دخلك 10 يصير 20، بيستاهل ولا لا؟ حتى لو بده يضيفوا يزيدوا 20% مش 200%، بيستاهل. يس، في ناس حيكونوا هيك، لدم خليهم، انا بعمل اللي علي وبضلني احاول وبترك باب الرجعه موارب، يعني باب الفولو اب الاول عارفين خلال 24 ل 48 ساعه، الفولو اب الثاني بعد 48 ساعه من الفولو اب الاول، الفولو اب الثالث على الموعد اللي انا حددته معاه بالفولو اب الثاني، بعد الفولو اب الثالث خلص. بكل بساطه تمسكي اذا كانت بنت طبعا تحضنيها، اوكي، واذا انت كنت شاب بتحضنه بتقول له I feel sorry for you، انا فعلا حاسس بالاسف لك لانك بعدك مش جاهز لتبدا مشوار التغيير، ولكن ما في مشكله، رقمي معك في اي وقت حسيت نفسك جاهز انا اخوك، ما تتردد، وهي رقمي معك، مع السلامه. But never ever walk away defeated. اياكي واياك انك تطلع مهزوم، لانه هذا انهزام الشخصيه راح شو راح يستخدمه او راح تستخدمه انه تاثر على كل محيط الناس اللي عندك. But do it in a smart way. This is what all handling objection all about. هذا اساس من اساسات النجاح عندنا، ركيزه من ركائز العمل. هذا زي انه يعني السياره فيها ماتور وجير وعجال، هذا مثلا بقول لك الجير الشافت اللي هو الشاسيه، مثلا الشاسيه حتى الشاسيه على السياره مش الجير. فهي ركيزات العمل، من غيرها you can never have a wealthy healthy team، ما حنقدر يكون عندنا فريق صحي وقوي. So this is how we should do it. اوكي، قبل ما نفتح المجال لموضوع الاسئله دقيقه بس شباب، اوكي قبل ما ناخذ الاسئله، اوكي قبل ما ناخذ الاسئله شباب، قبل ما ناخذ الاسئله تعال ناخذ just 5 minutes break. اوكي، هالخمس دقائق بريك ابو جد حاب يحكي معكم كلمتين منها، بس بروح اعمل ريفرشمنت وارجع لكم، لانه عن جد ينزل لي 6 7 ساعات متواصله، بس I just need 5 minutes break، خمس دقائق بريك وحرجع لكم، وطبعا دكتور ابو جد معكم. السلام عليكم ومساء الخير، اهلا وسهلا بالجميع. يعني يا جماعه صدقا انا الي في موضوع النتورك ماركتنج اكثر من 15 16 سنه، انا بديت في النتورك ماركتنج يعني قبل خالد باسبوع، اوكي؟ في اسبوع واحد، خليني احكي لكم القصه كيف صارت عشان تعرفوا كيف الموضوع. كنت شغال مع شركه في النتورك ماركتنج اذا سكاي اسمها سكاي بيز سنه تقريبا 98 او 99 هيك شيء. فكنت قاعد انا هناك في المكتب تبع الشركه، اجوني ناس بيقولوا لي تعال في واحد سالنا 40 سؤال وما حدش فينا عارف يجاوبه. اوكي، فقلت لهم هاتوا لي مين هو هذا انا بجاوب على الاسئله اللي بدهم اياها. فكانت اول مره بلاقي فيها خالد. اوكي، فقعدنا تقريبا كانت الساعه 9 مساء يعني قبل ما نخلص البرزنتيشن الى اخره. طبعا السيد خالد المحترم بارك الله فيه قعدني للساعه 3 الصبح وقعد يسال اسئله يسال اسئله، يعني ما خلى سؤال الا ساله، وانا اطلع بقول يعني هذا الانسان رهيب قديش يعني بدي اعرف كل الموضوع من اول يوم من اول البرزنتيشن. طبعا خالد سجل لا فولو اب ولا شيء، من الحالات النادره يعني اذا بتلاقي اثنين زي خالد انا بقول لك حط راسك ونام.
اوكي. وفعلا بهذاك اليوم يعني حاولت اني انا اجاوبه على كل الاسئله الحمد لله، واعطيته كل ما عندي. لكن صدقا يا جماعه هذاك اليوم كان اخر يوم انا بعرف في الموضوع اكثر ما هو بيعرف فيه. ما شاء الله اخذ الـ اخذ الـ الصناعه او الاندستري او الكارير يعني مهنه التسويق الشبكي واخذها وطاروا لحق طاروا لحق، وصار ما شاء الله عليه من احد اعلامها في الشرق الاوسط كامل، وحتى في مش بس في الشرق الاوسط، تتكلم على مناطق مثل اللي هي الاوزبكستان واذربيجان ودول روسيا ما شاء الله عليه. يعني انا قاعد اليوم او عم بحضر تدريب بعد 15 سنه خبره فيها، والحمد لله انا اشتغلت كل شيء بالنتورك ماركتينج، بنيت تيم من اكثر من 430 الف شخص. في ناس بتعرفني هون، وكنت حتى فتحت شركه نتورك ماركتينج شخصيه الي، اشتغلت مستشار لثمان شركات نتورك ماركتينج في العالم. لكن يا جماعه لا تتصوروا قديش انا استفدت من التدريب هذا اللي هو له ساعتين. انا قاعد زيكم وماسك ورقه وقلم، اوكي، عشان الحلال والحرام، ماسك ورقه وقلم وكتبت شغلات كثير من ونقاط من اللي تعلمتها مع خالد اليوم. بصراحه انا معجبني كيف تغطيت الموضوع الهاندلنج اوبجكشنز ومعالجه الاعتراضات لخالد، يعني هاي بتنم عن خبره كبيره. يعني ملخصها انه يا جماعه لما واحد بده يجي يعترض على شيء معين معناته هو موافق وحب الموضوع وبده يشترك وبده يشتغل، لكن بس حل له هاي المشكله. اوكي، يعني لما يجي يقول لك ما عندي وقت، ايش يعني ما عندي وقت؟ يعني لا عنده مشكله بالفلوس، ولا عنده مشكله بالحلال والحرام، ولا عنده مشكله يجيب ناس، ولا عنده اي مشكله، بس هو مشكلته انه يا الله طب انا اذا سجلت، طب انا ما عندي وقت. هذه فرصتك انت الان انه تاخذ هذا الموضوع السبب وهذا الموضوع للسبب انه تخليه يشترك فيه. فيا جماعه لما واحد يعترض لا تهتز، بالعكس ارتاح ريح. يعني هذا اريح شيء لما واحد يجي يقول لي طب يعني انا ما عندي وقت، معناته كل شيء تمام عنده، ضل عنده هاي المشكله بس وعالج لنا اياها خالد. يجي واحد يقول لي انا ما عندي فلوس، شو يعني ما عندي فلوس؟ يعني انا حابب اشترك ومؤمن بالموضوع وعجبتني الفكره، وقاعد عم بفكر كيف اجيب فلوس وما لقيت فلوس وما معي فلوس. انتبهتوا ايش موضوع الاعتراض؟ ايش يعني اعتراض؟ لما قال لك خالد في البدايه الاعتراض تعريفه عندنا انه شيء بلمع فكره عند الشخص انه هو موافق وحابب الموضوع وفقط بده دفشه صغيره منك انت. فاي شيء بكون عندك اعتراض فانت استمتع. يعني انا لما بيجي واحد بيقول لي انه انا عندي اعتراض معين، يعني من اي الاعتراضات اللي عالجها خالد هلا، سواء الماديه او سواء الشرعيه او سواء من ناحيه الفلوس او من ناحيه الوقت او 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 او، معناته كل المشاكل اللي عنده راحت، ضل عنده هذا الاعتراض. اذا كان في عندك طريقه تعالج فيها الاعتراض، فانت ضمنت نفسك انك انت حصلت على شخص جاهز تماما، بس في هاي المشكله تعالج اياها وراح يبدا يشتغل معك في كل قوه. يا جماعه صدقوني في ناس كثير اجوا اول ما سمعوا البرزنتيشن يلا ونعمل ونسوي وكذا، اوكي، لكن ما عمل الشيء. ليش؟ لانه فعليا ما فكر. لا، انا اللي بعترض معناته فكر في الموضوع، طبخها براسه، عجب الموضوع وبدا بده يشتغل فيها، وبدا يعمل بالاوبريشن بالعمليات في راسه، وبدا انه اوكي انا بحكي مع فلان وبحكي مع فلان وبجيب وبنعمل وبنسوي هاي، لكن في عنده هذه النقطه. اوكي، طيب what if they need someone approval to start this business like their parents or husband and they said no. اوكي، زي ما حكى خالد الناس اللي حوالينا، يعني اول ما بحضر الواحد البرزنتيشن يا جماعه خلينا نكون واقعيين، اوكي، لازم يسال، لازم يسأل سواء الزوج ولا الزوجة ولا الأهل إلى آخره. جماعة هدول أنا دائما بقول أكبر أعداء إلك للنجاح راح يكونوا أقرب الناس إلك، من الأب والأم والأخت والابن والزوجة إلى آخره، لكن مش لأنهم بكرهوك ولا لأنهم سيئين، لأن هم ما بيعرفوا الموضوع ولا سامعين عنه وخايفين عليك، من حرصهم عليك هذا الموضوع، يعني من حرصهم إنه على اساس ما تفشل او ما ينضحك عليك او 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 الى اخره، هم بيجوا اعداء لهذا الموضوع. اوكي، فيا جماعه اللي بواجه اعتراض مع اي شخص يعني هو الاوثوريتي، يعني سواء كان الزوج او الكذا، يجب انه ينشرح له الموضوع، وارجوكم لا تشرحوا انتم الموضوع. زي ما بقولوا يو ار نوت كواليفايد يت، انت لسه لغايه الان ما عندك القدره انك تشرح الموضوع صح. اوكي، ابسط ما فيها، اوكي كلامك مزبوط، نفس طريقه العلاج تبعت خالد اف اف اف،
اوكي نرجع ونقولها فيل فيلت فاوند، يعني انا عارف انه انت متخيل انه هذا الموضوع ما راح يزبط، وانا اول من عرض عليها الفلت اول من عرض علي انا فعلا قلت الموضوع مش مزبوط. طب شو رايك نقعد انا وياك اوكي نحضر الويبنار نحضر البرزنتيشن خلينا نشوف اذا بتزبط ولا لا. اوكي بهي الطريقه عمره ما كان الموضوع الخناق والتصادم هو الحل لهذا الموضوع. فلا طبعا ما بحبذ ولا اي واحد يشتغل من وراء اهله ولا واحده من وراء زوجها ولا حتى الواحد من وراء مرته. اوكي لا ما بحبذ هذا الموضوع، لانه هذول الاشخاص اذا اقتنعوا في الموضوع they will be the best supporter، هم اكثر ناس راح يدعموك. لكن طول ما هم مش فاهمين الموضوع حيكونوا اعداء. يعني احنا صارت معاي كثير، يجي ابن خالتي شو صرت مليونير ولا لسه، انا هلا جاي من فرنسا انت وين تعشيت؟ اوكي هيك بتصير طبعا وبس. لكن بعد فتره لما شافوا النجاحات اوكي انا بكل ابتسامه بعالجها ما في مشكله الله بفتحها علينا وكذا، بعد فتره صار هم يسالوني عن هذا الموضوع. اغلب الاشخاص هذا في سؤال بقول اغلب الاشخاص الذي افكر في دعوتهم سجلوا معنا شركات سابقه وما نجح معهم الموضوع، كيف دعوته لهذا العمل؟ ممتاز ممتاز. اي شخص سجل في اي شركه ثانيه فهو اسهل بكثير من انك تسجل واحد اول مره بس على النتورك. ليش؟ لانه اقتنع بمبدا النتورك، اقتنع في مبدا التضاعف، اقتنع بالفلوس، اقتنع بهاي الشغلات كلها. لكن ايش عنده المشكله؟ عنده مشكله انه هذيك الشركه فيها ايش اسمه بروكن موديل. طبعا هذا تدريب يعني نتمنى انه خالد يعطينا اياه ان شاء الله قريبا، انه ايش يعني ايش مشاكل الشركات الثانيه او الفرق بين دبلي وبين الشركات الثانيه. واعتقد خالد عنده تدريب على اليوتيوب ان شاء الله بنبعث لكم اياه اسمه واي دبلي، ليش دبلي، ايش معنى دبلي. اوكي وهذا حيوضح لكم الفرق بين دبلي وبين جميع الشركات العالم بغض النظر ايش اسمها وايش الانكم بلان وايش البرودكت تبعها. اوكي فلا الاشخاص اللي عندهم اللي جربوا الموضوع وما وفشلت معهم شركات ثانيه ارجوك لا تتركهم، بالعكس خليهم هدول، لانه هدول الاشخاص هم راح يساعدوك، لانه لما يشوفوا الفرق بين دبلي والشركات الثانيه حيكونوا ذا بيست سبورتر. في كمان سؤال، في اشخاص بيقولوا انه ما عندهم وقت بحكم عملهم بلزم سافر كتير وانه بيشتغل بدوامات اضافية. يا جماعة ممتاز، اللي بسافر كتير معناته بيعرف ناس كتير، المشغول كتير معناته بيعرف ناس كتير. وبعدين بدكم تعرفوا شغلة يا جماعة، احنا بالنسبة لنا نعم انا شغال فول تايم بس شغال 24 ساعة في دبلي، خالد شغال 24 ساعة في دبلي، حمدان زمانية محمد عيد، لكن اللي بيشتغلوا فول تايم مع دبلي هدول جماعة بنعدوا على الاصابع. اوكي بقية الاشخاص بيخصصوا ساعتين زمن في اليوم ثلاث ايام في الاسبوع، وما في اي بني ادم ما عنده ساعتين زمن في اليوم، ما في اي بني ادم ما عنده ساعتين زمن في اليوم. واللي بيسافر كثير معناته بزنس مان، معناته بيقابل ناس كثير، معناته فرصته بالنجاح اكثر مني اللي انا قاعد هون، صح ولا لا؟ فيا جماعه اي اعتراض هو السبب انه الشخص يفوت معك، سبب انه الشخص انه يفوت معك. ركزوا فيها هاي، جربوها وشوفوا كيف. امسك الاعتراض اللي احنا بنسميها الكونغ فو، استخدم قوه الخصم تبعك عشان لمصلحتك انت. هو الاعتراض اللي عنده انه بقول لك يا جماعه حل لي هذا الموضوع خليني اعرف ان انا اشتغل. اوكي طيب سؤال، كيف تتعامل مع الشخص اللي بيعطيك انطباع انه اقتنع وبطل يرد على المكالمات؟ طبيعي جدا، في ناس كثير بتعمل هذا الكلام، لكن انا بحب اقول لكم شغله مهمه جدا. الشخص اللي امامك مربوط في اللي انت بتعطيه، بمعنى البرزنتيشن اللي انت بتعطيه هو الشخص بتلقاه. اذا قلت له احمر فراح يسمع احمر، اذا قلت له اصفر راح يسمع اصفر. فيا جماعه البرزنتيشن سكيلز، المهارات الإلقاء أو المهارات المحاضرة اللي بتعطوها لازم تطوروها إذا حابب إنك أنت تعمل محاضرات. مش حابب تعمل محاضرات أو ما عندك هذه المهارات استغل الفيديوهات الكثيرة. في محاضرات، حمدان بيعمل محاضرات، خالد بيعمل محاضرات، محمد عيد بيعمل محاضرات، أنا بعمل محاضرات، وليد بيعمل محاضرات، أبو طارق بيعمل محاضرات، وكلهم بروفيشنال بريزنتر. بروفيشنال بريزنتر. أوكي استغلوا المحاضرات اللي بتلاقيها هاي. الأشخاص اللي ما بردوا عليك فهم مش جاهزين الآن فقط. أوكي زي ما قالها مايكل هانسون they are watching you. أوكي مستنين يشوف أنت وين راح توصل وبعدين هم بيلحقوك فقط لأنهم مش جاهزين. أوكي
مستر خالد solved the objections but what about not interested؟ نعم اوكي. طب اوكي النقطة الأخيرة قبل ما أنا أعطي المايك لخالد، أنا مرات بسأل في التريننج، أوكي لما بنكون نعطي تريننج، أنا مين بيفيدنا أكثر؟ الشخص اللي بيسجل أم الشخص اللي ما بيسجل؟ طبعا 99% فاصلة 9 من الناس بيقولوا طبعا لما بيسجل تستفيد منه أكثر. أنا بقول لهم مظبوط، لما بتسجل أنت بتستفيد منه وأنك تقدر تعمل عمولات وممكن إنه هذا يتكاثر يعمل لك تيم. لكن انا شخصيا كبريزنتر بقول لهم لا، اللي ما بيسجل انا بفيدني اكثر. قالوا لي كيف؟ انا لما الشخص ما بده يسجل ونوت انترستد، اوكي انا ما بطلع خسران، انا بضلني مقعده عشان افهم بالضبط ليش ما بده يسجل، شو النقطه اللي هي ما اثارت اعجابه، شو الموضوع الايشو اللي عنده، هل مثلا ما اقتنعش انه ممكن يعمل فلوس، هل ما اقتنعش بالبرودكت، هل ما اقتنعش بالفيجن او الرؤيه تبعت الشركه، هل ما اقتنعش فيي انا شخصيا، في ايشو، في سبب معين. بما انه انت اقتنعت والاف الناس اقتنعوا معناته شيء انترستنج، شيء رائع وبهم الناس. بما انه ما اقتنع انا لازم اعرف شو، ولما اعرف مثلا اذا هو ما 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 تخيل انه فعلا بيعمل فلوس، بعرف انا شيء انه البرزنتيشن تبعي الانكم بلان ما كانتش قويه واضحه، فبالتالي بطور نفسي، برجع للابلاين تبعي بخليه يعلمني كيف اعمل البرزنتيشن تبع الانكم بلان هذا الجزء، وبطور نفسي 5%. فبالتالي كل واحد بيجي بيقول لي لا، والله يا سلام عليك، هيك انا اذا قال لي لا معناته انا طورت نفسي من 5 ل 10% من البرزنتيشن سكيلز اللي عندي او المهارات البرزنتيشن اللي عندي، عشان انا اقدر اعرف كيف اعمل البرزنتيشن واطور من نفسي المره الجايه. اوكي؟ فيا جماعه اهم شيء انك انت الشخص حتى لو ما بده يسجل لا تطلع خسران. اوكي اعرف منه ليش ما بده يسجل، وسبب ما اللي ما بده يسجل فيه هذا بكون ضعف بالبرزنتيشن تبعك، قوي هاي الناحيه وشوف كيف كمان كل برزنتيشن بعديه بكون اقوى واقوى واقوى. اوكي طبعا انا بودي طبعا اكمل كلام معاكم، لكن هذا التريننج طبعا مع الجورو خالد، انا بصراحه لسه ما شبعتش من التريننج وحابب ناخذ منه معلومات ثانيه، فراح اتلك فيه بعض الاسئله كمان. هون احنا وصلنا، حترك بعض الاسئله لخالد يجاوبنا عليها عشان انا اكمل امسك الورقه والقلم واكمل من وراهم. ويعطيكم الف عافيه، وما شاء الله يا جماعه احنا وي ار لكي. قبل ما انا اعطي لخالد، انا فعلا حاب باسمي وباسمكم اشكر خالد على الافورت اللي عملوه يعني بصراحه هلا من الساعه تقريبا 7 لغايه الان، يعني 5 ساعات وهو زي ما بقولوها عرض متواصل ما انقطع. اوكي والمشكله كمان انه مش متعشي مش متغدي، اوكي يعني حاولنا جبنا له شيبس جبنا له كذا، والله عملت له كاسه قهوه بايدي، ما سمعته بيقول لي فديتك، عملت له كاسه قهوه والله يا جماعه ما شربها، ولا بعد ما اخذ بريك شربها والقهوه بارده. فانا بحييكم يا جماعه على اختياركم انكم تكونوا في طريق الدايموند، وبحيي نفسنا احنا وبارك لنفسنا انه عندنا شخص مثل خالد. واترك لكم، اترك المايك مع خالد، وشكرا لكم، وسوري اذا كان ازعجتكم بصوتي، انا عارف صوتي شوي مع انه بغني باي ذا وي، بس يلا ما في مشكله. طبعا انا برجع وبكرر وبشكر استاذي ابو جعد على هاي الاطراء اللي انا بعتبره شهاده وبحس فيها على صدري. اوكي جايز، نرجع لموضوعنا هلا في الهاندلنج اوبجكشن وير دان. اوكي في اسئله، اوكي ممكن تعيد الجواب اللي يرد على الاشخاص اللي ما عندهم وقت. عمر شرحناه مرتين، مش مشكله عشان نستفيد من وقت هذا التدريب المسجل ان شاء الله راح نبعته لكم. ممكن مشكور اخي الجديد الذي يحتاج تدريب من قبل اللي يسجله ليصنع منه سوق ناجح لاي شركه سابقه، مظبوط هذا اكيد 100% اخ فيصل. كل شخص بتسجل لازم نفس اليوم يتدرب على الاقل على الكونتاكت ليست والانفيتيشن والبرزنتيشن داي. هلا بعدين بتعطيه الفول جي اس تي تانك، بعدين بحضر الهاندلنج اوبجكشن. شو الرد على الناس اللي تفضل الشغل في الغربه في بلاد ويرفضون الشغل في دوبلي؟ شكرا جزيلا رمضان. اوكي الناس اللي بتفضل الشغل في الغربه، اوكي هذا كيف يعني، شو دخل الموضوع في موضوعنا؟ مش عارف يا رمضان، يا ريت توضحي لي سؤالك. اوكي معلش، لو بنرجع بنعيد الاسئله، ننتظر لما ترجعوا توضحوا لنا اسئلتكم. متى بتعمل محاضرات؟ اعطينا الوقت. المحاضرات كل يوم الساعه 10 بالليل بتوقيت دبي العربي، ويوم احد واثنين وثلاثه واربعه انجليزي،
احد الساعة 5، اثنين الساعة 8، ثلاثة الساعة 5، اربعة الساعة 8. حنبعث لكم جدول ان شاء الله اليوم او بكرة باذن الله. استفسار حكيته في جروب من سوريا، بنقدر نعوض على اشخاص من سكان سوريا، نقدر نعرض على اشخاص من سكان سوريا. طبعا ميرنا اذا في عندهم طريقه انه ترانسفير دوماني اكيد تقدري. ما قصرتوا، الله يعطيكم الف عافيه، اهلا وسهلا، كنت بسال ابو جاد. اوكي طيب شباب صبايا، خلينا نركز مع بعض هلا في النقطه اللي بدي احكيها هلا. اتس فيري فيري امبورتنت. طيب خلصنا، لانه في عندنا هلا زي ما حكيت لكم مفاجاه للكل. اللي طبعا اللي طلعوا، في تقريبا 6-7 اشخاص طلعوا، هذول راح عليهم مفاجأة، بس يلا مش مشكلة، كل واحد ما حدش بيروح عليه شيء. قبل ما نحكي عن المفاجأة بدي احكي لكم على ايفنت تبع دبي الصمت، لانه هاي في كتير مقولات وفي كتير ناس حكوا عنه. يا جماعة ايفنت دبي او الايفنتات في صناعة التسويق الشبكي هو شيء مش اختياري، هو شيء اجباري. إذا أنت كنت إنسان بدك تنجح، وإذا أنت كنت إنسان مصر على النجاح، صناعة التسويق الشبكي، حضور الإيفنتات، events drives the business. الإيفنتات هي اللي بتمشي البزنس. أول إشي بتصنع منك قائد أفضل، تثري معلوماتك، بتدربك، بتدرب جروبك، بتعطيك الأخبار الجديدة، تتقرب بالناس الناجحين، بتكون بالبوزيتيف انرجي، بتشحن طاقتك. يا جماعة احنا كل سنة لما كنا في كيونت، لما كنا نروح على الفيكون، ما كنا نطلع الموتيفيشن اللي عندنا انبليفبل. احنا بشر، النفسية تبعتنا up and down، ونفسيتنا بتأثر على محاضرتنا، وبالتالي بتأثر على ادائنا وعلى انتاجيتنا. فاذا مش كل على الاقل ثلاث شهور انشحننا بهالطاقة الايجابية، بالاخر البطارية بدها تفضى، راح تحس بالاحباط، راح تحس بالملل، ما راح يكون عندك القوة، ما راح يكون عندك البيتر برزنتيشن. اقسم بالله العظيم مهما كان خبرتك في البزنس، مستحيل تقول لي انه بعد الايفنت وقبل الايفنت صيام، مستحيل. راح يكون في فرق جذري، وهذا بالايفنتات العادية اللي هي متكررة وبنعرفها. بس يا اخواتي واخواني، انا ما عم بحكي عن ايفنت عادي، انا عم بحكي عن كتابة تاريخ، صناعة حدث، تغيير معايير، game changer. We are going to rewrite the rules of network marketing. دوبلي صمت 2015 هي منصة انطلاق the pioneers, the champion clubs, the people who will write the history. منصة انطلاق الناس الذي ستنقش أسماءهم في دفاتر التسويق الشبكي الحديثة، وليست المهترئة اللي عاف عليها الزمن. احنا داخلين الآن بعصر جديد بالتسويق الشبكي، عصر فيه أخلاقية، عصر ما فيه خداع، عصر فيه انك تعطي real value للناس. فالإيفنت هذا اللي حيصير راح يكون فيه الأحداث، التطويرات، التريننج، التوب ليدرز في العالم اللي حتشوفوهم وحتقابلوهم. هذا بحد ذاته راح يعطيك معنوية تخليك تطلع بالشارع وتقول للناس شرب ساينب. هذا اللي انت بدك اياه. ما هو 80% من نجاح بالتسويق الشبكي عبارة عن موتيفيشن يكون حقيقي نابع منك مش متقلص. وفي صناعة وفي ايفنت مثل دوبلي صمت اللي راح يسطر في تاريخ التسويق الشبكي، وراح ينقش في اسامي الناس اللي حيصنعوا هذا الحدث. It is a must. مستر مايكل هانسن قالنا اياها بالحرف، اقسم بالله العظيم، وهي قسم نمشي عليه ليوم الدين. قال في دوبلي راح يكون عندنا فريقين، فريق A وفريق B. فريق B اللي هم they will be left behind، فريق A اللي هم حيكونوا معنا بالأفنت، لانه هو مراهن العالم كله بهذا الايفنت، وبده رجاله، وبده الناس اللي معاه يوقفوا ويسندوه مش يخذلوه. فالفائده المعنويه والماديه والتدريبات وكل شيء. يا جماعه انتوا اليوم لو واحد فيكم بس راح على الاطلنطس اتغدى وتعشى ودخل على الاكوا بارك دفع له $400. احنا كنا بشركات ثانيه
ندخل تدريبات ندفع 500 دولار وما ناخدش كوباية مي حتى سخنة مش باردة. انت اليوم 395 دولار وبتاخد 6 غدوات 3 غدوات و3 عشوات و6 كوفي بريك واكسس للاكوا فينشر. يعني اللي انت ماخده من اكل وفن اغلى من اللي تدافعه. ما بالك كل التدريبات وكونك مع الليدرز والتوب بيبل اللي راح يصنع منك ريل ليدر. فهذا شيء اقسم بالله لا يقدر بثمن. It is priceless. فعشان هيك كوننا ووجودنا بالتدريب It is a must. It is a must. وزي ما حكى لنا مستر مايكل هانسون احنا راح نتبع سياسة مايكل مستر مايكل هانسون. برضو راح نتعامل مع فريقنا كجروب A وجروب B. الناس راح يكونوا بالإيفنت هم الجروب A. Duplication. We follow our upline. مستر مايكل هانسون is our upline. يا جماعة الشركة عم تحترمنا احترام مش طبيعي. تخيلوا لما اعلنوا عن الايفنت تخيل عملوا لنا بروموشن اللي هو تبع الفرونت لاين بروموشن اللي بتسجل 3 تي ام تاخد فوق ربحك 300 دولار وبتسجل 3 بي بي اي وبتاخد 1500 دولار. فشو معناها؟ معناها الشركة بتقول لك يا اخي ما بدي اياك تدفع لنا، بدي اياك تدفع من جيبتي. عملت بروموشن زادت ربحنا 300% بس تطلع فلوس زيادة ونيجي. لانه هم عارفين شو اهميتكم بالأفنت. شفتوا قديش الشركة هاي محترمة؟ شفتوا قديش محترمة نفسها؟ شفتوا قديش احنا عم نتعامل مع ناس ذوق، ناس بتقدر البشر وبتقدر المواهب البشرية، مش ناس بترمينا بتعملنا ايفنتات بمقلع وبتدخلنا دفعنا فلوس وبناخدش حتى شربة مي. وفوق كل هذا اسمعوا الخبر التالي، انا افرجيكم انتم مع مين عم تتعاملوا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين بالطلبات المستمرة من قيادة فريق الدايموندز للشركة، لانه عارفين انه انتم بتستاهلوا وانتم بدكم تكونوا معنا. شركة دوبلي وافقت، سجلوا زي ما بقولكم هلا، شركة دوبلي وافقت اظن من اليوم او من بكرة انه الدول التالية اللي هم نبدأ من اليمين للشمال، بنغلاديش، سجلوا معي بنغلاديش، الهند، باكستان، فلسطين، الأردن، مصر، مغرب، تونس، ليبيا والجزائر، سعر التذكرة لهم النص 195 دولار بدل 395 دولار، بس لأنه الشركة بتعرف انه انتوا بتستاهلوا تكونوا معنا وبتقدر انكم بتكونوا تسافروا وبتكونوا تيجوا عندكم expenses. بعد هيك ما ضل في احترام. بعد هيك اللي ما حيكون موجود معناه هو بيقلل من احترام نفسه قدام الشركة، الا طبعا للميجر اكسكيوزز. فعشان هيك على جروب دي مش جروب بي. اوكي، فعشان هيك يا شباب الان we have no more excuse. We have no more excuse. ما ضلش حجة. بدنا كل واحد فيكم يكون معانا، وان شاء الله ما بدنا نشوفكم بس بالايفنت، بدنا نشوفكم بالاجتماع والاحتفال الخاص اللي حيصير بعد الايفنت اللي حينعمل للسيلز دايركتور اباف. بدنا نكون قاعدين مع بعض على نفس الطاولات، بدنا نكون نحتفل بنجاحاتنا مع بعض، بدنا نكون من الناس اللي بتزقف لها على الستيج، لانه انتم بتستاهلوا، لانه انتم بتستاهلوا يا شباب ويا صبايا. فعشان هيك قبل ما اودعكم وقبل ما نفتح المجال للأسئلة، انا حبيت افتح الكاميرا عشان نحكي هارت تو هارت. يا جماعة اقسم بالله وهذا يمين بمشي اليوم الدين، انه لو اي حدا يسألني هل بستاهل اجي على الايفنت حتى بس مبلغ وقدر،
بقول له والله هذه يمكن من احسن الاشياء اللي تعملها بحياتك، لانه هذا راح يعطيك نتيجه فيك وبفريقك وبالناس اللي عندك وبالناس اللي حواليك، راح يخلي الناس والمجتمع اللي حواليك يطلع عليك، واو ما شاء الله هذا فلان بيروح على دبي بيسافر بيجي، معناه ما شاء الله بدأ ينجح في البزنس. راح تبدأ تصير الناس عينيها تطلع عليك أكثر، راح تبدأ تصير الناس تنظر إليك كشخص ناجح، والناس اللي حتيجي بإذن الله راح يصيروا مليونيرز بإذن الله. لأنه شفتوا قديش إحنا بنحب دوبلي، شفتوا قديش في أخبار رائعة لدوبلي. مستر مايكل هانسن قال لنا الأخبار والمفاجآت والهدايا اللي حتسمعوها في الأيفنت راح تخلي دوبلي أضعاف 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 ما هي عليه الآن. يعني إذا إحنا الآن مولعين مش عارفين ننام، شو حيصير فينا بعدين؟ بس أنا جاهز، أنا جاهز. الإشي اللي بنعرفه نقطة في بحر. That's why ladies and gentlemen لو سمحتوا خذوا بنصيحة أخوكم، والدول اللي أنا حكيت عنهم كل واحد فيهم يركض ويلحق يحجز تذكرته. بس شباب لكم شغلة عشان ما حدش يزعل، tickets are non-refundable. زمان لما كانوا 400 دولار، أوكي اللي ما حيطلع له فيزا وكذا ويكود ريفاندد، بتك هلأ لأنه أقل من نص السعر دي are not refundable، ما بترجع فلوسهم. فعشان هيك ما في مشكلة، احنا برضو حنساعدك اذا لا سمح الله صار معك ظرف طارئ اي شيء whatever، راح نساعدك انك شو تقدر تبدل التيكت مع شخص تاني بده يجي ويشتري منك التيكت. We are there to support you, don't worry. بس روح الحق واحجز مكان، الحق وقدم فيزتك الان، من الان قدم فيزتك. الدول حكت مع الليدرز في كل دولة، كل واحد اذا بده ايانا احنا الفريق نساعدكم بالفيز، ابعثوا لنا جوازات الجروبات الجايه من عندكم. وفي عندنا هون ما شاء الله شباب عندهم وكالات سياحه وسفر بيعطوكم الفيز بارخص الاسعار، وعندهم كونكشن قويه بتقدر تساعدكم بالفيز. شركه دوبلي قالت لك اي واحد بده يجي ومحتاج فيزا يبعث جوازه للكاستمر سبورت، صوره جوازه، بيبعثوا لك دعوه رسميه مختومه من دوبلي باسمك ورقم جوازك. هاي الدعوه انت بتحتاجها لتقديم الفيزا. عشان هيك يا شباب This is our chance. It is our chance to make history and make glory. This is our chance. Glory is yours. النجاح هو ملكك. يا إما تاخده يا إما حتضلك طول عمرك. أنا بشكر كل شخص كان معنا اليوم وضلوا معنا لهالوقت المتأخر، لأنه أنت بدك تصير وبدك تنجح. You are the champion. انت البطل مش حدان. انت البطل. You are the champion. You are the champion. واللي بقول لك هيك كذاب. بس بدك تثبت لنفسك قبل ما تثبت لأي حدا تاني. ربي يوفقكم جميعا ويحفظكم جميعا. And I do believe you all.